مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي المجري. احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في قضايا كتيره قوي، لكن المره دي احنا نتوقف شويه عند القضايا لان في حاجه اهم على الساحه الافريقيه والساحه المحليه. النادي الاهلي اللي بيمثل الكره المصريه على مستوى القاره الافريقيه، ومن خلال القاره الافريقيه بيلعب في العالميه. يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمت على مباراة الأهلي والوداد اللي هي المباراة الفاينل في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والنادي الأهلي عمل مباراة عالية جدا وحقق فيها نتيجة كويسة. خلي بالكوا النهائي عامة أو بصفة عامة ما بقاش فيه أهداف كتيرة جدا، على قد ما بيبقى فيه تكتيك من اتنين مدربين وكل واحد بيحفظ لعيبته أنت تلعب إزاي وتعمل إزاي والكلام ده. واحنا شفنا النادي الاهلي عمل مباراه عاليه قوي قوي قوي، وانا استغربت له ان بعد المباراه ما انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 لقيت ناس من الجمهور او معظم الجمهور يعني زعلان. زعلان ليه؟ ده النادي الاهلي كسب، وكسب فرقه زي الوداد ديت، فرقه كويسه على مستوى القاره واخده بطولتين قبل كده، اللي قبليها واللي فاتت. النادي الاهلي لعب مباراه تكتيكيه عاليه جدا جدا. في بعض الاخطاء، في بعض الاخطاء بسيطه اللي هي سرحان من اللاعبين بعد في النهائي، في نهايه المباراه يعني. انما الاهلي جاب جولين ومضيع جوال مش عاوز اقول يعني بايه يعني. النادي الاهلي كان ممكن يكسب المباراه دي يا 3 يا 4-0. انما اللي حصل بعد ما جبنا الجول الثاني، ودي انا بقولها ان بعض اللعيبه طمعوا، كل لعيب كان عاوز يطلع من يعني قالوا ديانج بقى ساب نص الملعب عاوز يكمل قدام، مروان كمل قدام، حمدي فتحي عاوز يجيب جول، حسين الشحات عامل مباراه عمره، كهربا على قد الناس بتقول لك هو بيضيع جوان انما بيجيب لك اهداف وموجود في ال 18 في كل وقت. فعشان كده انا بقول لجمهور النادي الاهلي لازم يبقى فيه تفاؤل اكتر من كده. انت كسبان، عارفين يعني ايه كسبان؟ كسبان 2-1. الجول ده دخل ما كانش ليه لازمه، انما الكره فيها كل حاجه. انما تعال بقى بص على المباراه اللي هي هتتلعب في المغرب. بعض الناس يقول لك ايه اصل وهم جابوا جول يفوزوا بالبطوله. الله، طب ما انا اجيب جول. ما النادي الاهلي بمستواه ده، رغم ان المباراه دي كان في بعض اللاعبين دون يعني مش هقول دون المستوى، يعني مستواهم اقل من المباريات اللي فاتت، لكن المباراه في مجملها النادي الاهلي قدم مباراه حلوه قوي، مباراه جميله قوي، ومباراه كسب فيها. هو هناك تعال بقى اقول لكم يعني ليه المباراه اللي هناك هتبقى بالنسبه لنا وانا عكس الناس كلها اسهل من المباراه اللي كانت هنا، لان هو هنا بيلعب عليك ضغط الجماهير في ملعبك فلازم تفوز. انا حققت الجزء الاولاني 2-0 بزي 2-1، انما كسبان بقى عندي فرصه هنا، بدل الفرصه عندي 3 فرص، عندي هناك 3 فرص. هو هناك بيلعب تحت ضغط جماهيري، وانتوا عارفين الجمهور بتاع الوداد او المغربي بصفه عامه، وشفتوا جمهور المصري هنا، وهم عندهم جمهور واحنا عندنا جمهور. انما الضغط العصبي اللي هيبقى على لعيبه الوداد هناك هيبقى من الجمهور في ملعبه، عاوز يبين للناس انا لازم اكسب واعمل واعمل. نمره 3 عاوز يجيب جول، عدى الهاف تايم الاولاني وعدى نص الهاف تايم الثاني ما جابش جول. الفرص هتتخلق لفرقه النادي الاهلي اكتر من الفرص اللي اتخلقت عندنا هنا، لان طول ما الوقت ماشي وفي تعادل ده في صالح النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يخطف جول، وسهل جدا الاهلي يخطف جول، لان النادي الاهلي فرقته دلوقتي، انا بقول لكم والله العظيم ما مجامله، النادي الاهلي بقى فرقه دلوقتي فرقه عالميه، بيمسكوا الكوره بقى فيه لعيبه تقيله في الملعب، تقيله مش تقيله في الوزن، لا تقيله في التفكير، بيمسك الكوره وينام الكوره. بعض الناس وانا قاعد بتفرج على المباراه مع ناس يقول لك ايه يغير فلان وينزل فلان، لا ده كان لازم يطلع مش عارف ايه، ليه طلع مش عارف فلان؟ يا جماعه الراجل المدير الفني كولر والجهاز الفني اللي معاه على اعلى مستوى، قدم كوره السنه دي كلها وخاصه في الماتش الاخراني
كره تكتيكيه عاليه جدا جدا. انا بكلمكم بقى فنيا، مش بتكلم زي ما بعض الناس بتقول لك ايه كان لازم يغير فلان ويعمل فلان والجانب النفسي ومش عارف. بيطلع ناس دلوقتي محللين يقول لك محلل تحليل، محلل تحليلي ولا مش عارف ايه، يقول لك ايه اصل هو لو لعب بفلان كان قدر يزود مش عارف ايه، لو لعب بفلان غير فلان كان قدر يسد مش عارف ايه. بقى الخبرة كتير قوي، الخبرة كتير قوي في مصر، ويجيبوا اي واحد يقول لك محلل الاداء فلان الفلاني، وبعدين يجيب واحد تاني يقول لك ايه الخبير فلان فلان. مصر بقت كلها خبرة وبقت كلها محللين. التلفزيون دلوقتي الشاشات بتجيب ناس ما مارستش كوره ولا تعرف كوره ولا لعبت كوره ولا لبست شورت، يبقى هتتكلم ازاي؟ حتى لما بيجيبوا في التحليل يجوا يتكلموا في ناس، ومع احترامي في ناس لعبت كوره ما بتعرفش تحلل، بتتكلم كلام زي الناس اللي بتتكلم في الشارع. فعشان كده انا بقول البرامج الرياضيه لازم يبقى فيها كنترول اكتر من كده، لان الاستوديوهات كلها اللي موجوده سمك لبن تمر هندي، وانا بقولها على العلن، وانا ما اعرفش المسؤولين سايبين الاستوديوهات دي كلها ازاي، رغم ان في شركه هي اللي بتصرف على كل الكلام ده، انما سايبين الكلام ده ازاي، متوهين الناس معاها، متوهين الفرقه. واحد يقول لك ايه انت شفت مروان كان وحش قوي وشفت مش عارف مين وحش قوي، انت مش فاهمك، مش في مدير فني؟ يعني المدير الفني شايفه في الملعب مش كويس او غير موفق مش هغيره؟ انت بتتكلم على اساس انت بتتفرج واحد من الجمهور بتاع الشارع، اتكلم من حقك، انما ما تقولش المدرب المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وتعمل بلبله في الراي العام. عندنا مدير فني بقول لكم على مستوى عالي، فرقه على مستوى عالي جدا، وانا قلت لكم ان المباراه اللي هناك هتبقى اسهل بكتير، ولو لينا عمر لليوم الحد ابقوا افتكروا الكلام ده. وشفتوا بعد المباراه واحد يقول لك ايه اصل العامل النفسي بقى المباراه الثانيه، دي لعيبه كوره وعارفه ان ده مباراه فاينل 90 دقيقه، هم احنا هنجيب جول او هم هيجيبوا جول، احنا هنجيب واحد واثنين وثلاثه. وانا بقول لكم الكلام ده لان انا شفت تيم النادي الاهلي اتغير، اتغير كامل. المدير الفني كولر عرف يوظف بيرسيتاو، عرف يوظف حسين الشحات، عرف يوظف كهربا كويس قوي، عرف يوظف محمد هاني، علي معلول زاد، نص الملعب مروان حاجه بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح، اليو ديانج بقى بيلعب دلوقتي بيكمل من ورا لقدام من قدام لورا، والسوليه وحمدي فتحي. يعني بقول لكم فرقه دلوقتي بقى في فرقه كوره النادي الاهلي. تعالوا بصوا على النادي الاهلي من سنتين، ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان النادي الاهلي قعد يفكر، بدا يدرس اخطائه، بدا يصلح اخطائه، ما دخلش بقى في الـ في الـ في الهيصه والصوت العالي والكلام ده كله، لا. النادي الاهلي مثله ان في عز الازمات بتاعته بقى فيه هدوء لمجلس الاداره، بيعرف يخطط صح، بيعرف يختار مدربين صح، وده وارد في كل الدنيا كلها ان يخش فيه الجول. فعشان كده انتوا شفتوا مجلس الاداره قياده كابتن محمود الخطيب اللي هو مسؤول عن الكوره، لما تاني يوم الماتش راح التمرين اتكلم مع الجهاز الفني لوحده، وبعد كده اتكلم مع اللاعبين كلهم لوحدهم، وبعد كده اتكلم مع المدير الفني لوحده. ده يعني ايه؟ ان انا بدي لك الباور كله واحنا في ظهرك ما تخافش، والمجلس الاداره حاسس ان في حاجه اتعملت صح. فاتمنى من الجمهور يبقى فيه التفاؤل، مش بالحزن ده، لا، انت كسبان ورايح كسبان. وقبل كده في البطولات اللي فاتت كنا ساعات بنبقى متعدين واحد واحد هنا وبنروح هناك، لو هم جابوا جول انت محتاج تجيبه لين، انما انت كسبان كسبان 2-1، وبعد الناس تقول لك ايه ده ممكن يجيبوا جول، وانت ما انت عندك ديفنس ما شاء الله، وعندك نص ملعب وعندك فيرود، واللعب هناك هيبقى لو كل ما الوقت بيعدي في صالحنا، ودي صربعه على اللعيبه نفسهم هناك، جمهورهم هيصربعهم. ما حطش بقى في اصل هيجيبوا حكم يعمل كذا، الحكم اللي كان هنا كان غير موفق بالمره، وحكم ضعيف جدا على الفاينل، ما اعرفش الاتحاد الافريقي بيفكر ازاي، انما لعيبه الكوره لعيبه النادي الاهلي فكروا صح. لحكم اثر، انت ليك ضربه جزاء وليك في لعيب اطرد كده. انا سمعت الكابتن عصام فتاح في تحليل لي على احد القنوات بيقول حاجه غريبه جدا، انا ما اعرفش النادي كانت بتتحكم ازاي، بيقول لك اصل بيرسيتاو كان ظهره للجول بتاع الوداد. يا طب ما اللعيب التاني كان ظهره للجول بتاعه،
ووشه الوجول للنادي الاهلي. يا جماعه لما بتتكلموا انتوا بتكلموش ناس مش ما بتفهمش، انتوا بتكلموا ناس عقليتها غيرك خالص، انما ما تحللش حاجه غلط عشان انت عاوز تجامل فلان عشان عاوز يديلك مركز في الاتحاد. انت عاوز تمسك بمعنى صح رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، فبتجامل مين؟ عاوز تجامل فرقه المغرب. فرقه المغرب من حقها تكسب ومن حقها تعمل كل حاجه، انما لما تتكلم اتكلم بعقلانيه، انما اللي انت بتقوله كلام بتاع ناس مبتدئين. حكم ما حكمش حتى في كاس عالم، انت راجل حكمت في كاس عالم وحكمت في مصر، لما تقول اصل بيرستاو ما كانش هيلحق يلف عشان يروح للجول عشان كده اداله انذار اصفر. ده في الدنيا كلها بقت فضايح على التحكيم الافريقي. وبعدين انا مش عايزك تحط في دماغك بقى ان الراجل الحكم بتاع اثيوبيا اللي هيحكم من فاينل، الحكم ده من احسن الحكام، ما يفرقش معاه اي حاجه. قال لك اصل هو هيعتذر، لا مش هيعتذر، ده هم عاوزين يكرموه من الناس اللي اتكرمت اللي ما راحتش كاس عالم، لان هم حسوا انه ظلموه فعاوزين يكرموه فادوا له ماتش النهائي. الحكم ما بيفرقش معاه اي حاجه، انا بقول لكم اهو خليكم متفائلين جدا. اللعيبه بتاعتنا ما تحطش دماغها ان الحكم جاي وهيخسرنا ويعمل كده، سيبك من الكلام ده. انت 11 لاعب وهم 11 لاعب، عندك مدرب على مستوى عالي جدا ولعيبه على مستوى عالي جدا، ماليش دعوه بالفريق الوداد. انا بتكلم عن فرقتي انا اللي انا عارفها واللي انا شفتها والاداء اللي ادوه في الملعب، مش هقول الماتش ده على مدار السنه دي، يكسب بره يكسب جوه. وبعدين على مستوى العالم دلوقتي مفيش مباراه بره او جوه تفرق، لعيب الكوره اللي عايز يوصل لمنصه التتويج يكسب اي فرقه. فانا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان اللعيبه وفي ثقه من اللعيبه انها هتروح وهتكسب وهترجع بالكاس ده وهتفرح كل الشعب المصري والشعب العربي. وفي نفس الوقت انا بقول ايه، الناس بقى اللي بتطلع تتكلم تقول لك اصل التشكيل لازم يلعب بفلان وفلان وفلان، وانت كنت موجود معاهم، انت عارف ان فلان ده مصاب او مجهد او او او، في مدير فني، سيبوا الناس تشتغل في هدوء. انا بقول لكم دلوقتي احنا 120 مليون كلهم خبراء، كلهم خبراء وكلهم محللين اداء وكلهم حكام وكلهم في ايه يا جماعه، في ايه؟ احنا نهدى شويه كده ونسيب، ما نعملش بلبله على الساحه. وبعدين اسمع ناس ثانيه تقول لك ايه، ماليش دعوه ده بيشجع ايه ولا انتمائه ايه ولا الكلام ده. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، مصر النادي الاهلي فاز، مصر فازت، بقى زعيم، هو بقى زعيم القاره الافريقيه من ايه؟ بالكلام والواسطه ولا بالاداء والنتائج؟ واتمنى ان اشوف اكتر من نادي في مصر يبقى زعيم القاره زي النادي الاهلي، دي حاجه كويسه. فعشان كده انا بقول بقى للناس اليومين ثلاثه دول يهدوا شويه، اللي هو قبل الماتش يهدوا شويه، وما نفضلش بقى نعك في الكلام ولازم يلعب فلان مكان فلان ولا كلام، لان كل حاجه بتوصل للاعبين، كل الكلام بيوصل للاعبين ويوصل للجهاز، فما تعملش بلبله اكتر من اللازم على الساحه. النادي الاهلي ركز، مركز كويس قوي، وسافروا الحمد لله يوم الخميس ووصلوا واتمرنوا كل حاجه زي الفل، واللعيبه عندها اراده وتصميم مفيش بعد كده. كل اللي نعمله ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يكون الحظ والتوفيق معانا في اليوم ده، وحاله اللاعبين تكون حاله كويسه وربنا يوفق. احنا عاوزين ايه غير ان النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه او اي نادي بيمثل الكره المصريه يفرحنا، لان النادي الاهلي دلوقتي بقى هو النادي الوحيد، وانا بقولها مش من فراغ، بقى هو النادي الوحيد اللي بيفرح الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. احنا بنقول النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، ترجعوا لنا بالكاس، وعاملين مباراه عاليه جدا. يعني مش هقول بقى الاداء ومش الاداء، هي دي بقى مباراه رجاله، 11 راجل ضد 11 راجل. اتمنى من لعيبه النادي الاهلي الهدوء في الملعب زي ما انتم كنتوا هدوء هنا، مفيش سرحان اخر المباراه، كله مركز لحد بقول لكم 90 دقيقه، 90 دقيقه انت 11 لاعب وهم 11 لاعب. احنا النادي الاهلي فنيا اعلى من فرقه الوداد بكتير، لو ظهرت الروح العاليه بتاعت الفانيلا الحمراء هتشوفوا اللي ما شفتهوش. ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي ونقول للعيبته مبروك، ونقول للجهاز الفني ونقول للكابتن خطيب، ونفرح الشعب المصري كله. احنا هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله، وابدا اتكلم على نجمنا اللي هو موجود معانا النهارده في حلقه من حلقات المجري.
اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. ضيف الليله في حلقه المجري هو ضيف مختلف، شخصيه من تراث خاص. انا بقول لكم من تراث خاص لان احنا تعاشرنا معاه وتعاملنا معاه، تقدر كده تقول عليه مدرسه في كره القدم، وكان نموذج في الاداره وبالتحديد اداره كره القدم. عشان تبقوا عارفين بس، اداره كره القدم ما تختلفش كتير عن، لان هي اداره، والاداره الناجحه بتقدر تشتغل في كل حاجه. وهو راجل كان راجل عسكري منضبط، وطبق القيم والمبادئ العسكريه على كره القدم فاصبح نموذج مختلف. يعني زي ما بقول لكم احنا ايه، المؤسسات الناجحه في مصر عندنا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم، المؤسسه العسكريه بتربي على المبادئ وعلى الاسس وعلى كل شيء، وهي حاجه ماشيه زي الساعه، ما تاخر ساعه ولا تاخر ساعه ولا تزيد ولا تقل. بدا مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وظل بالقطاع 5 سنوات تقريبا من سنه 50 حتى 55، ولعب للفريق الاول. للاسف يمكن بعض الناس فاهمه ان هو اتولد اداري، لا ده كان بيلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي من سنه 55 لحد 67، وكانت الحرب هي اللي بطلتهم وبطلت اجيال كتيره جدا. كانت مباراته الاولى اللي لعبها مع الفريق الاول كان قدام الاولمبي في 31 اغسطس 56، والاهلي فاز 2-1. في احد مبارياته امام السكه الحديد، كانت السكه الحديد دي فرقه ايه، حدث ولا حرج يعني، فاز الاهلي 3-0، وهو كان صاحب الهاتريك في اليوم ده، كان 17 تقريبا ابريل سنه 60. انا بحاول اجمع له حاجات كتيره جدا. اخر مباراه لي لعبها في كره القدم كانت امام دمياط في 21 ابريل سنه 67. وانتوا عارفين ان الحرب هي بطلت نجوم كتيره جدا، ويمكن اديتنا احنا الفرصه للجيل اللي كان بعد كده ان احنا خدنا فرصتنا ولعبنا على مدار سنوات كتيره قوي. واخر مباراه ليه كانت في كاس مصر، كانت امام الترسانه 29 ابريل سنه 67، وحصل على بطوله الدوري العام 5 مرات، وكاس مصر 3 مرات، ودوري منطقه القاهره. دوري منطقه القاهره ده حدث ولا حرج، كان حاجه يعني احسن من الدوري العام الحالي اللي موجود. وكاس الجمهوريه العربيه المتحده في بدايه الامر مره واحده، ولعب للمنتخب العسكري المصري سنه 62، ولعب لفريق سلاح المدفعيه سنه 59 وكان مشرف على سلاح المدفعيه من 63 حتى 67. اعتزل الكره زي ما قلت لحضراتكم، كان بسبب الحرب. كتير من جيله كان حاجه يعني، كان الكابتن صالح سليم، وكان الكابتن طه، وكان فناجيلي، كان ناس كتيره جدا، وكان في الزمالك كان عبده نصح وسمير محمد علي ورفاعي، بقول لكم ناس كانت حاجه فوق الوصف. وفي نفس الوقت حرب 67 هي اللي خلصت على الناس دي. بالنسبه للشهادات بقى والدورات، عشان كده بقول لكم مش اي حد يطلع من لعيب كوره يشتغل في الرياضه، لا ده في شهادات ودورات دراسيه اللي حصل عليها النجم. انا بقول لكم الكوره بقت علم، فلازم اي حد عاوز يخش في هذا العلم لازم يدرس، لازم يشوف ايه الجديد. حصل على دوره الاداره تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم كان في اغسطس 77، ودوره اداريه وصيانه المنشات الرياضيه، ودي خدها من المانيا سنه 85. عشان كده بقول لكم لازم اللي هيمسك المكان ده ملم بكل حاجه، لما تقعدوا معاه وتسمعوا ده كان مسؤول عن الصيانه بتاعه الملعب، في اكتر من كده ايه؟ دلوقتي بنشوف اصابات من الملاعب وحاجات غريبه جدا. وخد دوره في الحساب الالي في يناير 87، والحساب الالي ده كان زمان كان حاجه بالنسبه لنا معجزه. اما عن خبراته بقى الميدانيه فحدث ولا حرج، هو ضابط قوات مسلحه، يعني كده ما عندوش لا كده ولا كده، وعقيد متقاعد، عمل في الشؤون القياديه والتنظيميه والاداريه بالقوات المسلحه من 59 ل 77، وعمل بالاداره الرياضيه للسلاح المدفعيه، ومدير جهاز كره القدم بالنادي الاهلي من 72، هي كانت بدات الطفره للفرقه بتاعتنا اللي هي بدات تطلع من 72 ل 77،
وبعد كده مسك مدير النشاط الرياضي بالهيئة العربية للتصنيع سنة 77 لحد 79، المدير الفني يعني كان مدرب كمان، المدير الفني لفريق الهيئة العربية للتصنيع من 77 ل 79، ومدير استاد المقاولين العرب سنة 79 لحد 81، والمقاولين العرب أول ما طلع كانت رجة كبيرة جدا. بعد كده سافر الإمارات العربية المتحدة وكان مدير نادي الشارقة الرياضي بالإمارات العربية المتحدة من 81 ل 91، ومدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي 91، وده الفترة الثانية اللي مسكها بعدينا، ومسك مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم من 92 ل 94، ومدير معهد كرة القدم بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومشرف عام على مسابقات قطاع الناشئين باتحاد الكرة المصري، ومشرف مشروع البراعم بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومؤسس مركز المعلومات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من 97 ل 2000. وده تاريخ طويل وتاريخ كبير، مسيرة كلها عطاء وحاجة مشرفة، وده واحد من أبناء رموز النادي الأهلي. أعتقد كده عرفتوه، إيه رأيكم؟ نقول على اسمه ونروح نستقبله. النهاردة معانا ضيفنا وضيفكم على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا ليه عملت الحلقة دي؟ لأن الناس اللي واخدها جدعانة وفهلوة وبلطجة كمدير كورة، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. الكورة بقت علم، الكورة بقت رياضة، الكورة بقت على مستوى العالم بقت صناعة وتجارة. إحنا فين؟ الله أعلم. هنعرف منه كل حاجة. تعالوا مع بعض نستقبل نجمنا الكبير الكابتن عزة أبروس، مدير الكرة في النادي الأهلي، والمناصب كتيرة اللي انتوا سمعتوها عنه في بداية التقديمة. فتعالى نتعرف عليه ونستقبله، وأنا عارف إن الحلقة دي هتسمعوا فيها حاجات لأول مرة تسمعوها من حلقات المجري. تعالى نستقبل ضيفنا ونرجع تاني ونتكلم. الحمد لله ماشي ماشي. ما احنا ما نزيدش عن كده يعني. ماشي الحمد لله. الحاله عندك دلوقتي كنت مبسوط وانت شغال في اداره الكوره، ودلوقتي بتعمل ايه؟ انا دلوقتي مدي نفسي راحه تامه بقالي من 2002. من 2002 بعيد عن الرياضه. ليه؟ خلاص يعني وجدت اديت اللي عندي ومش قادر اتجاوب مع الموقف العام اللي طيب بقوله. هو انت ابتعدت من المنظر العام ولا من اداره الكوره في مصر ولا من ايه؟ اكيد اخر حاجه كنت ماسكها اتحاد الكوره. عملنا شغل وهقول لك عليه. ولكن ما بيكملش. ما بيكملش ما بيكملش. هل ده بقى تقاعس من الناس اللي موجوده في والله ما اقدرش اقول منهم، هي بيبقى في عده عوامل كتيره. باذن الله اوضحها هنتكلم فيها. طب ايه رايك في الكوره في مصر دلوقتي؟ انت شايفها فين؟
بصحة شوية. بصحة. ده احنا هنتكلم النهارده بقى. احنا بنرحب بيك كابتن عزت معانا في حلقة المجري وسعداء بوجودك معانا. لأن أنا عارف هنحكي حاجات ما اتقالتش وأول مرة هنسمعها بالنسبة لنا. اتفضل يا كابتن. بعد ما شفنا الفاصل احنا عملنا كده، دي حاجة بسيطة للكابتن عزت اللي عمله للنادي الأهلي واللي عمله للرياضة المصرية وإدارة إدارة كرة القدم المصرية. زي ما بقول لكم الكورة دلوقتي بقت صناعة. احنا عندنا في مصر مشينا في فهلوة، هات واحد مسك مدير كوره، هم ما يعرفوش عن ايه حتى المسمى بتاع مدير الكوره، هم مجرد مجاملات. واحد يعرف علاقات كويسه يقول لك هدوه، هو ده اللي هينفع للمنتخب. انما ايه المبادئ والاسس اللي هيمشي عليها وايه اللوائح اللي حاططها ولا حياه لبنت النادي. كابتن عزت انا مبسوط ان انت موجود معانا النهارده، لان هنتكلم في ذكريات انت بداتها معانا ومشيتنا على المبادئ بتاعت النادي الاهلي اللي كلنا اتربينا عليها من بدايه ما لعبنا كوره. يمكن الناس شويه فاكره الكابتن عزت بروسه لما كان مدير كوره للنادي الاهلي ومدير كوره في كذا حته يعني. انما الناس ناسيه ان الكابتن عزت بروسه كان لعيب كوره. ده انا نسيت. لا لا ده حد ما حدش ينسى الكلام ده. وانا الـ 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 المقابلات اللي كانت قبل كده مع معظم الناس بيبقى في ناس كده ليها حاجه شخصيه عندي كده كحب من جوايا كده، وكابتن عز طبعا من الناس اللي هو اسس كمدير كوره، اسس يعني ايه لوائح، يعني ايه مبادئ، يعني ايه مسل، يعني ايه العلاقه اللي بين مجلس الاداره وبين اداره الكوره وبين اللاعبين وبين مدير الكوره. شغل مدير الكوره، هل ممكن يفرض على المدير الفني لاعبين؟ هل ممكن ما يدخلش مجلس اداره في الموضوع ده كله؟ حاجات كثيره جدا اعرفها منه. انت بدات كره سنه كام يا كابتن عزت؟ او سنك كان كام سنه؟ انا دخلت النادي الاهلي 1950. 50 كان عندي 13 سنه ساعتها. ورحنا هناك الاختبار كان يوم خميس، وكان الدكتور ممتاز يا سلام يرحمه، شخصيه جميله جدا طبعا. و اساسها ان كنت في امبابه كان في الكابتن عمر شندي وحسين عبد الشافي، ده برضك لاعب منتخب مصر والسكه الحديد. كان عندنا ملعب قدام المدرسه هناك المعلمين، وكنا ياخدنا ونلعب مع بعضينا. وبعدين فجاه لقيت انور صالح، طبعا عارفه. لا انا دلوقتي هتكلم في جزئيه. انت بدات لعبت كره في الشارع؟ طبعا. كان سنك كام سنه وانت بتلعب كوره في الشارع؟ يعني تقدر تقول من 10 سنين تقريبا. 10 سنين. كان ليك فرقه بقى في الحي بتاعك والكلام ده؟ بعد فتره كده كان في واحد كبير في المنطقه هو اللي بتولد. جمع بقى الصغيرين دول وبينا نلعب. انت كنت شاطر في المدرسه؟ مش قوي. مش قوي. لان كانت كوره كانت واخده كل. هقول لك المشكله. ان انا كنت بطلع اتمرن. فكان التمرين عندي حاجه مهمه جدا، لان كنت بحب الكوره جدا. وانت صغير. فكان الحصه السابعه والثامنه تقريبا ما بحضرهمش. ما بحضرهمش. فطبعا اثرت على مستوى الاداء طبعا. اكيد. طيب الاسره كانت مساعداك ان انت تلعب كوره؟ طبعا والدي كان ما بيسيبنيش يعني في كل المباريات، حتى في الكليه الحربيه كان يروح اتحاد الجيش عشان يتفرج عليا. اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اهلاوي يموت. مش هقول، انا مش هسالك اقول لك كنت اهلاوي من صغرك ولا كنت. مين اللي شافك في الشارع وانت بتلعب كوره وقال لك احنا لازم ناخد اللعيب ده سواء لمركز شباب او لنادي او لساحه؟ هو الكابتن عبد عمر شندي. عمر شندي. طبعا ده طبعا نادي الزمالك ومنتخب مصر، واخوه عبد الرحيم شندي. وكان معاهم حسين عبد الشافي من نادي السكه الحديد، هم اللي كانوا يعني بيشوفونا ونلعب، وهو ده اللي عمر شندي اللي وصاه ان نروح، وصى ان احنا نروح النادي الاهلي. هل ده كان حلم بالنسبه للكابتن عزت بروسه يلعب في؟ بامانه انا ما كانش في فكري خالص. خالص انا بلعب كوره وبحب العب الكوره وخلاص. في اي حته مش هي. لكن بس عاوز تعمل نقله بقى من الشارع لنادي. هي النقله لما جت فوقتني، يعني حسيت ان في حاجه بقى انا لازم ابص لها. اتخضيت. يعني فانور صالح جه قال لي كابتن عمر بيقول مدى انتوا بتلعبوا في الشارع، بدل ما بتلعبوا في الشارع تعالوا روحوا النادي الاهلي. كان الكابتن انور صالح مركزه ايه في النادي بقى؟ لا ده كان صغير زي كان صغير. انت اول ما دخلت. احنا بنلعب يعني، كنت انا وهو وفوزي فرغلي. طبعا في الاهلي ولعب في دمياط، فاحنا الثلاثه كنا بنلعب. فقال تعالوا انتوا الثلاثه نوديكم، فهو قال لي انور شوف عزت وفوزي وتعالوا. قلت له ليه لا يلا. اول وهله داخل فيها النادي الاهلي كنت تسمع عن نجوم كتيره في الزمن بتاعكم ولاعيبه كان ليها باع كبير جدا. اول وهله كده وانت داخل النادي الاهلي ايه اللي حسيت بيه؟ شوف يعني سيبك من حته اللعيبه، لان برضه ما كنتش مدرك
أمانة الحلم بقى ما كنتش مدرك مين اللي بيلعب ومين ما بيلعبش ولكن انا اللي ابهرني منظر النادي الشياكة اللي فيها الناس لابسه لبسه محترم وقاعدين وهدوء ومنظر جميل هو ده اللي لفت نظري اكتر. ايه اللي حصل بقى لما دخلت؟ دخلنا كان في ملعب الهوكي اللي هو بقى جنينه دلوقتي اللي ورا كان في تدريب الاشبال والدكتور ممتاز استقبلنا ونزلنا تقسيمه احنا الثلاثه. بعد التقسيمه قال خلاص انتوا نجحتوا انتوا الثلاثه وكان في يوم الجمعه ماتش اعتقد اجنبي جاي يلعب النادي الاهلي قالوا تعالوا وقابلونا عند الدرجه الثالثه عشان تتفرجوا على الماتش كمان وفعلا يوم الجمعه رحنا وطلعنا واتفرجنا على الماتش وبعد كده ابتدينا ننتظم في التدريب. بعد ما قالوا لك انت نجحت اتفرجتوا على الماتش وانت مروح ايه اللي دار في ذهنك؟ لا سعيد ده هلعب في نادي الاهلي سعيد فاكر اشبال الفريق في النادي الاهلي ده همامي اهو احمد ده كان لعيب كويس قوي 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 اللي هو جنبي اللي هو جنبي ده بس للاسف ما كملش لا ما في لعيبه كتير جدا يا كابتن ما كملتش ونبيل الخيره كان لعب في الترسانه هو برضك كان من اللعيبه المميزين الله يرحمهم جميعا يعني. طيب ايه حكايه انت كنت بتتمرن صبح وضهر للدرجه دي كنت بتحب الرياضه؟ دي في فترة معينة يعني مش في فترة معينة يعني بعد ما دخلت في الدرجة الأولى ده في الآخر بقى. طب لما دخلت الفريق الناشئين بدأت في الناشئين مين من المدربين اللي شبك في الناشئين وقال لك ده مستقبل للنادي الأهلي الفريق الأول؟ دكتور ممتاز طبعا برضه ده شخصية جميلة جدا يعني ليه محطات وأنا معاك. بدي مثل الهنة وإحنا صغيرين عشان أوريك رؤيته للكورة كان بيمثل إن الكورة مع زميلك عبارة عن عقربة عاوز يخلص منها طب يخلص منها ازاي؟ حضرتك تتحرك في مكان يقدر يشوفك ويمرر لك منه الكورة وده اسمه مكان اسعد الاوقات يا سلام اسعد ده حتى باختيار الاسم نفسه مزيكا اسعد اللعيب لقاك في اسعد الاوقات فبيديك الكورة. طيب قعدت قد ايه في الناشئين؟ قعدت حوالي 5 سنين ده الكارنيه بتاع النادي الاهلي ده انا سعيد بيه للامضه بتاعته الكابتن الله يرحمه محمود مختار التتش يا خبر ابيض ده سنة 1950 ل 51 فريق الاشبال الاسم عز الدين احمد المدرسة امبابة الثانوية الفريق اشبال للسن 13 سنة يعني انت دخلت النادي الاهلي وانت لسه بيقولوا ايه بدارة اول ما قابلتش انت بقى اول ما دخلت ولعبت في الناشئين ما شفتش بقى النجوم الكبيره وانت داخل لا طبعا ابتدينا انت عارف الاوضه بتاعه اللبس كانت قريبه من اوضه لبس الفريق الكبير ايوه في ممر صغير كده بيربطنا فابتدينا يعني نقابلهم ونتعرف عليهم وكان الجميل بقى ان كان الدكتور ممتاز عامل فرقتين ومثبتهم يلعبوا قبل المباريات الكبيره ساعه واحده ننزل نلعب الجمهور بيجي فطبعا اللعيبه الكبار بيشوفونا فبيقدروا يعرفوا مين هيلعب ومين ممكن يكون ليه مستقبل لكن بيبقى حافز للولاد الصغيرين جدا وبعدين بيعودك على حاجه انك ما تخافش من الجمهور بالظبط انتوا عودتونا على كده يا كابتن ما تخافش من الجمهور انت لما توليت المسؤوليه كنت بتجيب بتعمل ماتشات للاشبال قبل الفريق الاول ومعظم النجوم اللي استضافوها هنا قال لي احنا كنا بنشوفكم وكنا نقف ورا الحديد ده ودي حاجه من الحاجات يعني انت بتعودوا على الجمهور على سلوكيات كويسه ان يشوف لعيبه كبيره عشان ما يبقاش عنده رهبه ويتعود طيب انت بعد ما اتنقلت من الفريق قعدت في الناشئين كام سنه تقريبا؟ 5 سنين وكابتن ممتاز هو اللي نقلك من الناشئين لا كابتن ممتاز سلمني الفريق 18 سنة 18 سنة مين كان المدرب بتاعك؟ الحاج نسيت يا مصطفى لا معلش ما احنا كلنا بننسى حسين كامل هو ده بقى اللي مسكنا واقول لك حاجة واحنا في ال 18 سنة كنا بنلعب الساعة 10 الصبح ايوه الساعة 3 بيبقى في ماتش الفريق الثاني بتاع النادي الأهلي كان عددهم قليل فكانوا بيكملوا بينكم يكملوا بينهم كان دايما طارق سليم وانور وانا ننزل نلعب معهم نلعب الصبح الساعه 10 وبعدين ننزل الساعه 3 نلعب معهم ده النادي الاهلي ده قصه كبيره قصه كبيره. طيب كلمنا عن مسيرتك في الفريق الاول اول ما قالوا لك انت هتلعب في الفريق الاول
مين اللي بلغك الكلام ده كله وخلاص انت دخلت الفريق الاول؟ ما احنا دخلنا رحنا بنتدرب معاهم. بتدربوا يعني؟ بس بنتدرب. لا لما اقول لك بقى انت هتبقى اساسي طبعا يعني حاجه سعاده لا توصف. تفتكر لنا كده ناس من الجيل اللي كان موجود معاك السمر؟ شوف انا كان في جيل اقدم مننا شويه كان في توتو. ايوه بتاع طنطا. وكابتن عبد الجليل يا خبر حارس المرمى. طبعا. وسيد صالح، شريف الجندي، كابتن صالح، يعني مجموعه ما شاء الله عليهم يعني. ودخلنا في وسطهم طبعا بيشيلوك يعني دي. ما كانش عندك رهبه ولا كنت اتعودت خلاص بقى من الناشئين ماتشات الناشئين؟ لا انا بقى تعرف انا كنت بقى يعني خلاص اتعودنا وعلى النيه والكلام اللي هم بيكلموه معانا يديك ثقه. هل فعلا يا كابتن عزت زي ما كل النجوم، لان انا لو قلت هيبقى شهادتي مجروحه، انك اول ما لو انت غريب بتخش في وسط النجوم دي كلها اي حاجه بتذوب بعد كده في العلاقه وبعد بتحس انك قديم معاهم والكلام ده؟ شوف النادي الاهلي مستر مصطفى الاحترام المتبادل، يعني حتى بيجينا واحنا بنلعب كان بيجي اشبال كانوا بيتعلموا ازاي يتعامل مع اللاعب الكبير واللاعب الكبير ازاي يتعامل مع اللاعب الصغير. الاحترام المتبادل دي بتدي ثقه وبتدي الفه. بعدين عن اول ما دخلنا النادي الاهلي كان الكابتن صالح قال لي احترم الصغير قبل الكبير عشان الناس تحترمك. بالظبط. دي المبادئ اللي احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي. انت لعبت لدرجه اولى كم سنه يا كابتن؟ لعبت لغايه من موسم 56 تقريبا لغايه 67، بس في فتره بطلت الكره فيها وبعدين رجعت تاني. كانت اصابه ولا دراسه؟ انت عارف ان اصاباتي كانت كتير قوي. وبعدين جت في الفتره دي بقى الاصابه زادت عليا، فخدت خلاص بقى استويت عملت المستحيل. ده 67 64 وساعتها قلت لهم خلاص انا مش هلعب. وكنت بروح اتحاد الجيش القوات المسلحه، كان في هناك الله يرحمه حسين مذكور، اللي هو حسين مذكور طبعا لقاني مشدود وقرفان، قال لي ايه؟ قلت له خلاص انا بطلت، بلغتهم ان انا مش هلعب. قال لي تعالى اوديك اليمن. قلت له اروح اي حته. اليمن؟ قلت له اروح اليمن يا كابتن. قلت له اروح اي حته. يعني ده من زهقك بقى. فالحقيقه هناك انا قعدت هناك حوالي 5 شهور فقط في اليمن، الرمل والمشي والدعوة، لقيت ركبتي ما فيهاش حاجه، رجعتك تاني. فرحت داخل الله يرحمه الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجى المكتب. انا مخليه كده عشان في لقاء معاه. قلت له عاوز انزل، فنزلني بقى. طيب من خلال تواجدك في الفريق الاول ولعبت 11 سنه، تفتكر المباراه اللي الناس عرفت فيها الكابتن عزت ابو الروس بقى نجم من نجوم الفريق الاول؟ الماتش كان اول ماتش العبه الزمالك، كان 57 الزمالك بتلعب وينج ليفت. في الماتش وينج ليفت لمدافع؟ كنت بلعب وينج ليفت. وكان فيها بقى الدزوي معانا وصالح ورفعت وطه والجوهري، مجموعه وعبد الجليل، مجموعه يعني ما شاء الله. نعم. عملت ايه في المباراه دي؟ جات لي كره فوت من واحد واثنين وعند حرف ال 18 جت في العارضه، الناس هيصت. اديتك ثقه. نتيجه المباراه كانت كام؟ 2-0 الدزوي جابهم. النادي الاهلي فاز فيها. 2-0. مين اللي قابلك بعد المباراه وقال لك برافو عليك انت بعد كده هتكسر الدنيا؟ لا مش حكيت تكسر الدنيا، يعني كلهم بيحيوك يعني بيطمنوك انك كويس وشد حيلك واستمر كده. انما مش مفيش حد معين من لا لا مفيش حد، مفيش معظمهم كل الكبار. المباراه اللي في ذهنك لحد هذه اللحظه في الفتره الزمنيه انت كنت بتلعب فيها اللي انت مش عاوز تنساها كل ما تفتكر، يعني مثلا اقول ايه مباراه بتاعتنا ليها مباريات كثيره جدا مع الزمالك ومع كوتوكو ومش عارف ايه كده من الكابتن عزت، طب اقول لك ايه المباراه اللي سايبه اثر معاك لحد هذه اللحظه؟ شوف المباراة سايبة أثر إنها ضيعت الدوري مننا. كنا بنلعب الإسماعيلي في الإسماعيلي سنة آخر دوري. ده 67. آخر دوري. لدرجة إن إحنا رايحين الماتش لقينا الأتوبيس وقف ودخل مطار أبو صوير والتلفزيون شغال موسيقى وبتاع، إيه يا جماعة إيه الحكاية؟ أتاري الجمهور كسر الملعب ودخل حوالين الملعب. مظبوط. لدرجة إن اللي هو علي زول ما كانش عاوز يلعب الماتش. لما رحنا هناك بقى قال لك لا ما لعبش. ده كان في حكم اجنبي؟ كان ياباني. يوناني. 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 وكان شريف مدكور جاب جول وعبد الستار كان شغلانه. قال لك طلعها من ورا. بالظبط كده ورا الخط. فالفريق المرتجع قال له لا الناس موجوده في الملعب والامن وبتاع، لا تلعب. فلعبنا مبادئ النادي الاهلي. فلعبنا. وجت بنالتي علينا وطلعنا بالماتش مغربين، ده ضيع مننا الدوري.
سيادة الفريق مرتجي كان ليه محطات معاك وانت بتلعب، وقلت له عاوز اروح اليمن وداك اليمن، عاوز ارجع رجعت. في حديث كان بيدور بينك وبين سيادة الفريق؟ شوف سيادة الفريق شخصية عظيمة. نعم. وعارف الأصول وبيعلمك تبقى أنت كمان عندك الأصول. يعني شوف طول أنا مدير كورة وبقابله يوميا، عمره ما سألني بكرة مين اللي هيلعب. مفيش حد كان بيتدخل. خالص. مين هيلعب؟ ما يسألش. ما احنا النادي الأهلي كتاب مقفول علينا. لا ما شاء الله عليه. بيديك دروس. طب انا عندي لقاء مسجل، انا بقول لكم عشان كده الحلقه بتاعت النهارده دي هتسمعوا فيها حاجات ما سمعتهاش قبل كده ولا في اي برامج تاني، واحنا خصينا بيها الكابتن عزت بروس ان هو اللي غزال البرنامج عندنا وكبر البرنامج بالحاجات دي. هنسمع سياده الفريق وهو بيكلمك قال ايه ونرجع نحلل الكلام. فكرك لما كنا في لما كنت انا في اليمن وبطلت كوره سنه 94 ودخلت مكتب حضرتك قلت لك رجليا خفت ونفسي انزل العب، فنزلتني ويمكن لعبت احسن سنتين في حياتي بعديها. وبعدين جات ظروف تاني، سيادتك رئيس النادي وانا اشتغل كمدير للكوره، وانا بعتبر ده عصرك انت وكمال بيه واعضاء مجلس الاداره قبل ما يكون عصر الباقيين. والله كان انا بعتقد ان كان باحسن وقت كان فيه النادي يوم انت كنت ماسك مدير الكوره. يعني كان الواحد قبل الموسم الثاني بثلاث اربع اسابيع يبقى دوري معانا، انما ثلاث سنين ورا بعضيها النادي الاهلي ما يخش الدوري، صعبه قوي دي، صعبه قوي على النادي العظيم بتاع النادي الاهلي. ربنا يحسن يا فندم باذن الله كده ويتحسن. صعبهم يا فندم المره الاخيره. لكن الواحد كلنا زعلانين، وحتى الواحد ما بيبقاش يخرج من البيت دلوقتي. لكن سيادتك معايا برضك ان العمليه برضك باذن الله النادي الاهلي دايما بيقوم بكبوته بسرعه وبيلم نفسه، ونتمنى له كده عشان الجماهير بتاعته باذن الله. شوف يا عزت لازم نرجع تاني الحب، حب اللاعب للكوره، حب اللاعب للاعب زميله، حب اللاعب للمدرب بتاعه تمام. حب اللاعب للجهاز الكوره، حب اللاعب للمجلس الاداره، انما ما ينزلش حكايه كده سايبه ابدا، واجي في الاخر اقول الله انا الطوبه وقعت في المعطوبه، طب وانا فين كمجلس اداره او فين كجهاز كوره؟ فين طول الوقت ده سايب الدنيا كده ماشيه؟ يعني عروض زي الزفت، يعني عروض كانت سيئه في الحقيقه. اي بطوله السنه دي في الكل يعني حاجه بتزعل، حاجه بتخلي الواحد يبكي. طب سيادتك بقى عشان نطلع الناس من الحته دي خلينا في السبعينات بقى والجو الجميل والزمن الجميل. يا ريت نرجع تاني. فايه راي سيادتك كان في الفتره اللي فاتت بتاع السبعينات دي؟ دي احسن، قول لي دي كانت احسن فتره كان موجود فيها النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي، ولا الحب كان متبادل ما بين الجميع، الكل متساوي قدامنا، الجهاز الكوره مع مجلس الاداره كلها كتله واحده متفاهمين تماما بيساعدوا بعضيهم، جهاز الكوره عليه الناحيه الفنيه، مجلس الاداره عليه يعني تسهيل جميع الامور عشان اللاعب يستريح نفسيا ويستريح بدنيا. وعشان كده كانت التعيده كلها الحمد لله كانت كويسه جدا. ندعو الله ان تعود هذه الايام قريب جدا باذن الله يا فندم. يا ربنا يكرمك. وسهرناك معانا النهارده يا فندم. لا الله يخليك. متشكرين يا فندم جدا. العفو. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك. اهي دي تسجيلات يشهد لها التاريخ. بشنا بقى اللي بنقول الكلام ده لما يكون عندك رئيس نادي بحجم سياده الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي بيكلم الكابتن عزت يقول له رجعولنا الحب اللي بينه وبين اللعيبه، وسياده الفريق بيرد عليه بيقول له احنا كنا بناخد الدوري دلوقتي في السبعينات قبل ما البطوله بتخلص بحوالي اربع خمس اسابيع. الحديث اللي دار بينك ازاي وبينه يا كابتن عزت؟ الحقيقه كان في اذاعه الشباب والرياضه استضافوني الاستاذ احمد الليسي. ايوه بيستضيفني. عمالقة دول. بيستضيفني وانا استضيف ناس تانية ونتكلم عن الذكريات. فانا حوالي تسعة افراد او عشرة نقيتهم واتكلمنا مع بعضيهم. نعم. فدي كانت المناسبة بتاعتها. انت شايف لما يبقى في رئيس نادي بيحب اللعيبة بتاعته واللعيبة بتحب رئيس النادي وبتحب مدير الكورة وبتحب المدرب والكلام ده بيظهر النتاج بتاعه
في النتائج اللي كانت بتحصل احنا معانا سنه من بدايه السبعينات ولا انت شايف ايه؟ لا لا طبعا الحب اساسي. يعني الحب هو اللي بيديك الدفع والنشاط والقوه والطاقه. كابتن عزك ممكن انت ذكرت اكتر من مره على فكره، احنا لسه معانا تسجيلات كمان للشخصيات انتوا هتسمعوا من هتتكيفوا النهارده بمعنى صح. انت لعبت وانت بتلعب الفريق الاول، انت لعبت باك ليفت انا او وينج ليفت. انا وعيت على كابتن عزت بيلعب مدافع او سيردي باك. انت كنت واخدها محطات بقى ولا ايه؟ انا لعبت تقريبا في معظم المراكز، يعني لعبت وينج ليفت وينج رايت، لعبت انسايد ليفت وانسايد رايت. مزعجه شويه. لا لا لا، ولعبت باك رايت وباك شمال، وده اللي استمرت فيه في الاخر. طب هل دي بقى بتبقى امكانيات عند اللاعب ولا اللاعب ممكن يكيف نفسه ويوظف نفسه حسب المدرب؟ هو الحقيقه ربنا كان مديني يعني هبه بان انا بلعب رجلي الاثنين. رجليك الاثنين كانت يعني ويمكن الدكتور ممتاز في كلمته اللي كاتبها عليا كان متوقع ان انا هبقى لعيب كويس وبيستخدم رجلي الاثنين والسرعه وبيلعب للفن ومش لنفسه. يعني لعبت كمهاجم وبعدين لعبت كمدافع وفي وسط الملعب. لعبتش جول كيبر يا كابتن؟ كانت ناقصه دي. انت عارف انا لعبتها في السداسي، قوات المسلحه بنلعب سداسي، كنت في المدفعيه وكنت بتطير كده لا ما كانتش بتوصل للدرجه دي في السداسي، وكان برضك انكر رجلي تعبني شويه فلعبت انا جول. انا عايز اعرف حكايتك ايه مع الاصابات. انت بتتكلم وبتقول انا كان عندي اصابات وخلاص زهقت عاوز ابطل والكلام ده كله، وسافرت اليمن وبعد كده طلبت انك ترجع تاني. ايه حكايه الاصابات معاك؟ والله حاجه غريبه يا مصطفى، يعني انا كنت محافظ على نفسي كويس جدا، اتمرن كويس جدا، مخلص للعبه كويس جدا، وقعدت ماشي لغايه ما ابتديت العب في الدرجه الاولى. ما اعرفش ايه اللي حصل بقى في الناشئين. لا الناشئين كنت ماشي كويس ولغايه الدرجه. هل 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 التمرين في الناشئين غير الفريق الاول؟ اكيد طبعا. اكيد هو ده التدريب ده قصه. يعني انا التدريب كنا زمان بنضرب 3 ايام في الاسبوع، احنا كنا 3 ايام ما فيش غيرهم، وحاجه كلاسيك كده خفيفه. والله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش نقل النادي الاهلي لانه كان في دوره في المانيا هو وبعض الزملاء، وكان حظنا كويس لما رجع ابتدى التدريب يتغير. احنا انا فاكر يا كابتن عزت احنا اول ما بدانا قبل ما انت تتولانا كانت 3 ايام في الاسبوع، وبناخد الاربع تمرينه خفيف قوي، والخميس بناخده راحه عشان ماتش الجمعه. يوم الجمعه اتغيرت بقى الكلام ده كله. لا طب كله اتغير طبعا. طيب العلم. فانت بالنسبه لك بقى الاصابات بقى كانت مشكله بالنسبه لك؟ فبقت مشكله طبعا، ودي نصيحه انا بقى انا بقولها للعيبه اللي بتصاب، واحنا عندنا نماذج كتير قوي بي. نعم لعيبه كويسه وبتنزل ومش قادره توصل للمستوى بتاعها في تقدير انا، بس الكلام ده انا ما يعني تفهمته بعد ما بطلت، قعدت اعرف ليه انا وصلت للاصابات دي والحاجات دي. بتقول لنا ليه يا كابتن؟ العيب بعد ما بيصاب يا مصطفى مش زي دلوقتي، يخف يقول لك انزل، مفيش تاهيل ولا اعداد ولا بتاع. اتنين بتبقى نازل خايف لا ترجع الاصابه تانية، خصوصا اذا كنت صاحب اصابات. الحاجه التانيه والأسوأ انك عاوز تعوض الفتره دي، فتحاول تعمل كل حاجه في الكوره فما بتعملش حاجه. دي نصيحه نصيحه للعيب المصاب اللي بيرجع، العب الكوره السهله. لا يعني انت برضو هنا هنتوقف في الحته دي يا كابتن عزت، لان العمليه مع لاعبيها دلوقتي اللعيبه شويه هوا كده ممكن يوقعوه. يعني انت بتنصح ان اللعيب اللي عنده حاسس باي حاجه ما يلعبش؟ بالظبط، ولازم. وبعدين دلوقتي بقى احسن من ايامنا احنا، ايامنا كان طبعا العلاج ما كانش يعني تقدر تقول ايه، ان اللعيب هو دكتور نفسه. امين على نفسه. امين على نفسه. امين على نفسه. طيب انت كانوا مسمينك عندك سوء حظ بالنسبه للاعب المنحوس. المنحوس. انا مش كنتش عاوز اقولها بقى. لا لا ليه؟ فمنحوس عشان كتر الاصابات؟ كتر الاصابات. كتر الاصابات. وبعدين دي اثرت طبعا في مستواي خالص يعني. طب ايه المباراه اللي انت لعبتها وانت يعني لسه طالع من الاصابه وعملت فيها شغل جامد قوي؟ والله يا مصطفى في ماتشات كتيرة والله لعبتها كويس. قول لنا مباراة كده منهم. أنت كنت خايف تلعبها وأنت مصاب أو لسه طالع من الإصابة وربنا وفقك وأكرمك. أنا كان حظي كويس جدا مع الفرق الكبيرة، كنت بلعب كويس قوي. يعني الفرق الكبيرة. لا الإسماعيلي، الترسانة، الزمالك، كنت بلعب، الاتحاد، كنت بلعب كويس في الماتشات دي كلها. يعني أنت كنت بتحب تلعب قدام لعيبة كورة كويسة غير ما بتلعب قدام لعيبه لسه جديده خايف؟ ما اعرفش يعني ده الظروف اللي حصلت بقى. ممكن يكون بقى كنت بقى سليم 100%، التانيين كنت لسه الاصابه مؤثره عليا احتمال يعني.
انا كنت عارف ان في علاقه قويه جدا بينك وبين الكابتن محمد عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه. الله يرحمه يا سيدي. احكي لنا شويه على الكابتن عبد الصالح. كابتن ده كابتن عبد الصالح ده بالنسبه لي الاب الروحي. زي يعني ليه؟ لانه كمان حتى الظروف بعد ما بطلت والاخره انا سكنت في عماره كان فيها المرحوم اخوه ابراهيم وهو أيوة. كان بيجي يزورنا فعندنا القعده مع بعض كتير جدا. ودايما كنت بلجأ له في اي مشكله تقابلني لانه الراجل متزن. لا لاي حد لا 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 ومتزن. وبعدين خير. يحب يعمل الخير لاي حد. الله يرحمه. صرف الناس يعرف او ما يعرفوش. الله يرحمه. هو اللي لعبني درجه اولى بصراحه في النادي الاهلي واداني ثقه غير عاديه. ويمكن هو برضك لما جيت خدت الثانويه العامه والتوجيه ساعتها قال لي عزت انت راجل رياضي روح تعالى روح معهد التربيه روح معهد كليه التربيه الرياضيه. قلت له انا داخل الكليه الحربيه داخل الكليه الحربيه. انا معايا برضو حاجه كده هفاجئك بحاجات كتير قوي. معايا حديث للكابتن محمد عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه. الله يرحمه. وهو بيكلمك هنسمع بيقول ايه ونرجع نحدد الكلام ده باذن الله. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك يا عز. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا عز. الله يخليك. اهلا بيك يا عز. يعني حبينا كده يعني نسمع صوتك ونستعيد الايام الحلوه. والله انا سعيد يا عزة ان اسمع صوتك. الله يخليك يا فندم. انك انت يعني من العصر اللي هو الواحد بيذكره بكل خير وبكل تقدير الحقيقه. الله يخليك يا فندم. والله يا عز. وانت عارف طبعا انك بالنسبه ليا انت المستشار الرسمي ليا في كل اموري. مش هنسى ده لان انا لا اثق في رايي. ايوه. الا رايك الحقيقه في حاجات كتير جدا. فدايما كده ربنا يخليك لينا. ويجيب المعروف دايما. شكرا. وانت عمله نادره يا عز. الله يخليك يا عم. الله يخليك يا عم. والله عمله نادره. وكنا عايزين كده اسال حضرتك سؤال لان كان في فتره سقطت مني انا اللي هي فتره من 67 ل 71 72 انا كنت بعدت طبعا لان كنت ظابط فكنت بعدت عن النادي. ايوه. وكان في بدايه عصر السبعينات اللي انا مسكت فيه مدير كوره فكانت أيوة. البدايه عندك كانت معاك. ايوه. فيا ريت نسمع كده حاجه عنها كده ونذكر الناس بيها. هي الفترة اللي هي بعد النكسة هي الكورة ما كانش فيه كورة في مصر. أيوة. وبعدين أنا يعني توليت الكورة سنة 68 وتوليت 67 أول وبعدين 68 رحت الكويت تاني وبعدين 68 توليت مرة أخرى. وكان سكرتير الكورة معايا في هذه الفترة الراحل كابتن حسين مذكور. في هذه الفترة يعني التفكير كان في كرة موقوفة سنتين ثلاثة الله أعلم هتبقى قد إيه. وفي نفس الوقت الجيل بتاع العصر الذهبي بتاع النادي الأهلي اللي أعطى الكثير وأنت كنت منهم وكان رفعت الفناجيلي وسعيد أبو النور وطه إسماعيل وصالح سليم المجموعة الجميلة دي هي وعادل هيكل وعوضين والمجموعة الحلوة قوي دي. فقلت الله طب وبعدين فعملنا فرقه التلامسه. ايوه. بدانا فيها سنه 68 بالظبط ويمكن استبقيت الشربيني من الجيل الذهبي ده وغيرت مركزه من جناح ايسر الى ليبرو. ايوه. وبدانا فرقه التلامسه يمكن كان من افرادها رئيس النادي الحالي حسن حمدي. والمجموعة كلها بقى أنور سلامة صلاح حسني محمود عطحي علي الحلو سمير حسن علي مصطفى سمير حسن كان فيهم كمان عبد الحميد يا فندم مش كده؟ لا 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 ما كانش فيهم خالص ما كانش لسه جه لا لا ما كانش في المجموعة دي خالص كان محمود رشدي وأنور سلامة وصفا طب حليم وزي ما قلت لك هاني مصطفى وعلي الحلو سمير حسن وحسن حمدي أنا بجيب من ورا الأول. أيوة وكان موجود معاهم ابراهيم عبد الصمد محسن صالح لا محسن ما كانش معاهم ما كانش معاهم عبد العزيز عبد الشافي كان عنده 16 سنه في هذه الفتره وشوقي دي المجموعه اللي هي كانت مجموعه التلامسه. كابتن عزت وهو الواحد بيسمع كده النجوم بتاعت زمان الكابتن محمد عبد الصالح الوحش وكان سياده الفريق الواحد بيرجع بالزمن كده بسرعه كده ايه الحلاوه اللي احنا كنا فيها دي يا كابتن؟ بيرجعك للزمن الجميل والنظافه. الزمن اللي احنا كنا فيه السلوك القوي الواحد والله العظيم الواحد انا من كلامك دروس مستفاده والناس تعرف الناس يعني دي كانت عامله ازاي. طيب انت
لما اعتزلت كورة الإصابة هي اللي أجبرتك، ولا أنت بقى قلت كفاية كده أنا تشبعت خلاص من كرة القدم المصرية؟ لا أنا زي ما قلت لك أنا 64 هي الإصابة اللي خليتني قلت هبطل، وقعدت 5 أشهر في اليمن ورجعت ولعبت. لعبت. بس اللذيذة في الحتة دي لما رجعت كان علي زور هو اللي الله يرحمه كان ماسك النادي الأهلي بقى. المدير الكورة فروحت قلت أنا جاهز ألعب، قال لي مالكش مكان لأن القايمة مقفولة. اتمرن. فبقيت اتمرن معاهم، فجالي اللي هو هاني عبد العال ورفيق المنفلوطي كلهم دول لعيبه في النادي الاهلي طبعا انا عارفهم كانوا عندهم دوره تصفيه الشرطه مع دمياط ومش عارف يعني، فانا كنت زايد شويه في الوزن، قلت له لا هلعب فين ما اقدرش العب كده. المهم ضغطوا عليا لان كنا اصدقاء جامد. فروحت لعبت معاهم حوالي 4-5 ماتشات ورجعت تاني النادي. كملت بقى لغايه 67. هل 67 دي اللي اجبرت؟ هي اللي بطلت طبعا. نجوم كتيره قوي. بص يا مصطفى 67 دي كانت قاسيه جدا طبعا جدا طبعاً. وكان الواحد حاسس بالم، وانا متذكر يعني تعرف كان زمان يقول لك ايه سبب النكسه الكوره وام كلثوم، ده اللي اتقال بعديها. ايوه صح. صح. بس فروحت السلاح بتاعي قلت له انا عاوز اروح اي تشكيله، فودوني مدرسه المدفعيه بياخد كورس خفيف كده والظباط اللي راجع من النكسه وبتاع، وبتنزل القاده تختار الظباط. طبعا انا هم بيحكوا لي بعد كده الظباط المدرسه، فكل واحد يجي ياخدني ياخد نقيب، كنت نقيب قديم شويه. عز الدين سيد احمد علي ده اللي موجود في ابو روزي مش باينه. فيرود عزة ابو روزي بتاع الكوره. لا لا بس لغايه الله يرحمه بقى المشير ابو غزاله. انت كانت علاقتك بيه كويسه قوي جدا. اولا هو اهلاوي فوق ما تتخيل. انا عارف طبعا هتقول لي، لكن هو يعرفني كويس قوي قوي ان انا قعدت، احنا المدفعيه غير اي اسلحه. نطلع من الكليه الحربيه بتقعد المدرسه المدفعيه حوالي 11 شهر قعدنا. بتبات بتطلع خميس وجمعه بس فكان هو بيدرس لنا. فعلى صله ومعرفه راجل خدني. راجل جميل، وده كان حظي كويس خدني، وكانت الفرقه الثالثه موجوده على الجبهه في منطقه ابو سلطان وسرابيوم الدوزوار. وكنت هناك مسكت رئيس عملات كتيبه الميم ده بتاع الفرقه، فكان حظي كويس ان هو اللي كان نزل واختارني. كان في اعتزال ماتشات اعتزال زمان ولا ما كانش فيه يا كابتن؟ لا ما كانش فيه. كنت تحب ان تعمل لك ماتش اعتزال كتكريم ادبي؟ لا والله ما جاتش على فكره، ما جاتش فعلا. وبعدين لو كان فيه ففي ناس كانت يعني نجوم اكتر. طيب احنا هنيجي هنا فتره اللي هي دخول الكليه الحربيه، فتره دخول الكليه الحربيه. انت كنت دخلت الكليه الحربيه واعتزلت كوره ولا كنت لسه بتلعب؟ لا كنت بلعب. بتلعب؟ انا اخر انا 56 كان اول ماتش ليا في الدوري مع النادي في الدوري الممتاز. طيب انت بعد ما خلصت كوره وبعد 67 اللي هي نهت على اجيال، وكان لعيب كانت الكوره من يعني كانت حاجه فوق الوصف، وبطلت لاعبين حاجه كانت تفرح يعني بصراحه. لكن لما قررت اعتزال، الواحد لما يجي مثلا متعود على مدار 11 سنه في النادي الاهلي وعندك اليوم بتاعك والتمرين بتاعك والماتشات والكلام ده، وداخل بقى في الدور بتاع النجوميه اللي هي موجودين، طيب انت بعد في الفتره دي انت كنت مخطط لنفسك ان هتشتغل ايه بعد ما تبطل كوره؟ شوف الفتره دي كان صعب جدا ان افكر في اي حاجه. ما كانش في مخي خالص اطلاقا، لان القوات المسلحه كانت واخده كل جهدي وتفكيري. يعني ما كانش في حاجه تقدر تخليك تفكر في اي حاجه، لكن هي جت بظروفها. بظروفها يعني ما كنتش مخطط لنفسك اطلاقا. يعني انا كنت فاكر كنت اخر في سبتمبر 73 كانت الفرقه رجعت المنطقه المركزيه، وبعدين انا انتدبت كمدرس في الفنيه العسكريه. نعم. و يعني بدي محاضراتي وشويه، وبعدين اروح مثلا ازور النادي الاهلي مره ولا اتنين في الاسبوع. فقابلت هناك بقى كابتن عبد الصالح الوحشي وكابتن صالح والجهري، هم اللي شدوني. يعني انت برضو القوات المسلحه كانت واخده كل اهتمامي، كل تفكيرك، كل اهتمامي وتفكيري. هو ده اللي ما كانش فيه فكر في اي حاجه تاني خالص. مين اللي قال لك تعالى يا كابتن عزت انت هتمسك مدير كوره في النادي الاهلي؟
هو مش ما قالوش تعالى امسك مدير لان كان صالح مدير كوره وكابتن كان مشرف على الكوره مش لا لا, لا 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 كان مدير كوره. ده سنه كام يا كابتن ده؟ هي كان 72 72 او 71 او اواخر 71 اواخر 71 لما جه كابتن عبد الصالح من ليبيا وكابتن عبد الصالح كان موجود والجهري بالظبط كده ده هم اللي كانوا ماسكين الفرقه. احكي لنا بقى على الفتره دي يا كابتن دي الفتره دي اللي عملت رجعت النادي الاهلي تاني لحد هذه اللحظه. الحقيقه بقى ان بعد ما هم اقنعوني ان انا اجي اساعد مع صالح ابقى مساعد لصالح فيها. ف 72 صالح دخل الانتخابات ونجح فاصبح ما يقدرش يبقى مدير كوره فبقى عضو مجلس اداره بقى ايه اشراف بقى مشرف وانا مسكت يعني كنت انت بقى زي ما بتقال ايه كلمه يعني كمساعد للكابتن صالح. انا كنت مساعد ليه بعدين هو بقى مشرف وانا مسكت مدير الكوره. بدات تعمل دمج بين ودي كانت عمليه صعبه جدا. النادي الاهلي يقف على حيله لسه ناشئين طالعين وعنده لعيبه تانيين عايزين تعملوا تيم تحققوا بيه للنادي الاهلي الانجازات اللي هي كان النادي الاهلي متعود عليها. ايه الصعوبات اللي قابلتك في الاول يا كابتن؟ شوف قبل ما اكلمك على الصعوبات يا مصطفى انت هتمسك مأموريه مدير كوره نعم لازم تبقى متوفر عندك حاجتين زي ما قلت العلم والخبره وانك تعد اعداد جيد للعمل اللي هتقوم بيه ده لنفسك بقى طبعا فلما النهارده هبسك مدير كوره مش حكايه لعيبه ده انت هتتعامل مع مجلس اداره هتتعامل مع جهاز اداري للنادي وجهاز اداري للفريق هتتعامل مع مدرب فني هتتعامل مع اللعيبه تتعامل مع صحافة لابد ان انا ابقى تتعامل مع لائحة انت عاملها لا سيبك من اللائحة دي دلوقتي فانت بتتعامل مع دول الاول عاوز منهم ايه وهم عاوزين مني ايه لازم استعد. طب العلاقة اللي كان بينك وبين مجلس الادارة هل انت حلقة الربط اللي بين الفريق ومجلس الادارة؟ شوف يا مصطفى انا هقول لك حاجة اللي هو علي الزيور هو اللي خلى لمدير الكورة شكل طبعا ومضمون وعمل قبل كده يعني مع احترامي ليهم كلهم كانوا ناس كويسين جدا. طب بس لكن قبل ما تتكلم على علي زور احنا معانا تسجيل الكابتن علي زور هنسمع الكابتن علي زور كان بيقول ايه وبيتكلم معاك ازاي ونرجع نحلل الكلام تاني. ماشي انا قاعد مستمتع وعارف ان الاستاد المشجعين هيستمتعوا استمتاع غير عادي. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا محمد. وانا بلعب في النادي الاهلي في 56 ابتديت اظهر فكنت واخد ثانويه وعمال بقى هروح فين؟ انا كنت مصمم ادخل كليه حربيه. حتى كابتن عبد الصالح قال لي تيجي تروح مع التربيه وكان بيمرن الشرطه قال لي ما تيجي كلش قلت له لا انا عاوز اروح كليه حربيه. ففعلا فكان دي اول لقاء وكان اللي هو علي زور كان موجود ومدير كوره في النادي كمان. يعني مدير كوره عليا بعد رحت الكليه الحربيه استاذي بيدرس لي التاريخ العسكري زائد هو مسؤول عن الرياضه كلها وكره القدم بصفه خاصه. فموضوع تاني يعني موضوع كبير جدا. طيب الموضوع الكبير ده عايزين نعرفه منك انت وهو هو معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير يا فندم. يا 300,000 والله انتوا هتدوني في داهيه. ازاي صحتك اولا يا علي؟ الحمد لله. انا طبعا انا عرفت ان حضرتك بتعمل شويه تحاليل في المستشفى كده لا ده عمليه جراحيه توزيع الحالب. ربنا كده يعني يعديها خير ونخرج بقى وتطلع بالسلامه باذن الله ان شاء الله. الف سلامه يا كابتن. ان شاء الله الله يخليك. الف مليون سلامه. يعيش يا حبيبي. طبعا انا بقول بقى ايام الاهلي والكليه الحربيه والاهلي تاني وايام انا ما كنت والله العظيم البشر اللي كانت موجوده معايا ما في زيهم وفي منهم يعني شويه لعيبه من ابنائي ما خدوش حقهم الاعلامي كما يجب منهم عايزه فبروس اللي قدامك ده لا 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 اسماعيل لا ده في واحد خطير يا فندم والله رفعت الفناجيل يا فندم ما انا بقول ورفعت الفناجيل وطه اسماعيل والشربيني ده في يعني خمس ست من ولادي في النادي الاهلي يا دوبك بياخدوا سطر وهما يستحقوا صحف والله من المجهود والجدعنه والاخلاص والمحبه والولاء هقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه افكر حضرتك بحاجه؟ نعم. فاكر سيادتك لما كنا بنلعب دوري القائد العام على ملعب كلية حربية عندنا وكان الماتش بتاع الكوره متوقف عليه كاس الكوره الدوري العام كان موجود معانا طارق سليم ايوه انا كنت مصاب قول له طارق سليم ده لعب الماتش ده
وهو عامل مصانع وارباع له اربع ايام. وفكر سيادتك بقى ان انا كنت بلعب وانا مصاب وجات فاول عند ال 18 المفروض طارق اللي شوطها. فقلت له سيبها طارق. ما اعرفش ازاي سبع كلامي. مع ان هو متخصص. وجات جول وكسبنا بالماتش ده. قال لك انت اقدم مني بقى ما لاش مشاكل. لا كل ما قابله اقول له طارق سبتها لي قال لي ما اعرفش ازاي سبتها لك. لا يعني ما طارق اخلاقه كويسه قوي الحقيقه يعني. وحضرتك فاكر لما جيت لك الكليه الحربيه وانا همسك مدير كوره؟ قلت لك انا بقى هشتغل ازاي؟ قلت لي كل الورق اللي عندك قلت لي خد اللي انت عاوزه شوفه واعمله زيه واحسن منه. وانت حسنت والله. الله يخليك والله العظيم حسنت. انت استاذ ولا ده انا ما انساش انك النوته اللي كانت في ايدك لما فتحتها قلت لك يا بتاع الكال ده انت عور بقى وانا مش واخد بالي كده. ادي الناس الجميله. وشوف اللعيب لما بيبقى مخلص في الملعب يا كابتن عزت ومخلص في عمله ربنا بيحب فيه خلقه. اكيد اكيد دي نعمه من عند ربنا. ايه حكايه النوته؟ النوته دي موجوده عندك لحد دلوقتي؟ نوت. بص طبعا السكرتيرية الكوره بتكتب كل حاجه وعندها الوثائق اللعيبه وتسجيلاتهم وغيابهم واشتراكاتهم كل ما يخص اللعيبه. لكن انا كان ليا مبدا ان انا كنت عامل ان انا في بوصله توجهني في الاتجاه السليم. البوصله دي عباره عن بعض العناصر وهي الاخلاق والسلوك. لان انا مؤمن دي الاساس. لو ما فيش اخلاق ما فيش سلوك ما فيش فايده. الثاني انت كنت بتعمل على الجزئيتين دول لان دول موجودين في النادي الاهلي. بالظبط. الحاجه الثانيه عندي وسيله تسجيل وما كانش في قدامي غير النوته والقلم. طبعا. ليا انا بقى بسجل حاجات خاصه بيا تساعدني في اداره الكوره. اصعب حاجه قابلتك اول ما اشتغلت مدير كوره في النادي الاهلي؟ طبعا كان الكابتن صالح هو مدير الكوره وبعد كده بقى لما نجح بقى مشرف انت توليت المسؤوليه كلها. انت ما حسيتش ان الكابتن صالح شايلك هم فوق الهم اللي انت فيه؟ هو الهم كان جاي من ناحيه ايه؟ ان احنا الفتره ما قبل الدوري كانت مش عايز اقول تسايب ولكن كنا سايبين الناس على راحتها. لان لا في ماتشات رسم ولا ومش عارفين امتى الدوري. مظبوط. فطبعا ده الكلام ده سنه 71 اخر 71 72 فالعمليه سايبه ومستريحه. لما جه الدوري فاجئنا بيه بقت مشكله ازاي بقى تفوق الناس وتحطهم على الخط السليم. ايه العقبات اللي قابلتك بقى في الحته دي؟ هي ما تعرفش تعود الناس كده على نظام واحد. لا انا شوف اهم حاجه انك انت زي ما بقول لك لازم تعد اعداد جيد. فكان اهم حاجه ان نعمل لائحه. ما دي اللائحه دي انا هتكلم فيها لان اللائحه دي بقى انت انقذت كل انديه مصر. ما هي دي هي اللي بتمشي العمليه مصطفى. يعني هي دي اللي هتخلي الصعوبات دي تبقى سهله. طب وانت بتعمل اللائحه كده حطيتها قدامك كده ما كنتش بتشوف فيها كده بعض البنود ممكن تظلم بيها لاعبين او جهاز فني او اي حد؟ شوف انا كان هدفي المصلحه العامه فوق الجميع. المصلحه العامه فوق الجميع. فانا عارف اللائحه كانت زمان ايه؟ تكسب تاخد تتعادل تاخد وانتهي. طبعا انا عشتها وشفتها وجربتها قلت لا انا عاوز اعمل حاجه فيها. كانتش عاجباك وانت بتلعب؟ لا مش عاجباني. لما جيت امسك بقى المسؤوليه والنادي الاهلي وبقى والبتاع طبعا ده لازم نعمل حاجه فيها تحفيز وفيها انضباط لازم تطور الفكر بقى. فمسكت النادي الاهلي خد دوري كذا سنه كان بياخد كام نقطه. فوجدت انت عارف كان في اربع مباريات في الاسبوع كل مباراه بنقطتين يعني 8 نقط في الشهر. طبعا في الشهر. فانا قعدت قلت لو خد 7 ل6 نقط في الشهر تاخد الدوري وانت مستريح. فعملت حسبتها بقى بالنقاط. فعملت 8 نقاط تاخد النقطه كذا في 7 نقاط تاخد كذا 6 تاخد كذا اقل من كده هتدفع. يعني ما فيهاش هزار. فعلا. وبعدين قسمت حتى المجموعات بتاعت الانديه، انديه اللي هي قدامك نفسك قوي. ليفل بقى. بتبقى مثلا 20 جنيه النقطه. في نقطة مجموعة تانية أقل شوية 15 نقطة، المجموعة التالتة يعني دي أنت يعني لازم تكسبها. لازم تكسبها. مثلا 10 و10 وهكذا يعني. وحطيت بقى الضوابط الأخرى بقى اللي هو ما لك وما عليك. فدي أنا أعتبر هي دي اللي ظبطت المنظومة كلها. كنت بتحسبها إزاي يا كابتن للعيب اللي ما لعبش كل المباريات وبياخد مكافئته زيه زي اللي لعب أساسي؟ لا،
شوف يا مصطفى انت يمكن ترجع بالذاكره هتشوف الاتي. احنا كان المفروض اللائحه هو ماشيين عليها انك في ساعه الماتش بتحط 16 لاعب في اللسه، في ناس بتلعب وناس بتتبدل وفي ناس ما بتلعبش خالص. كله بياخد. لما كنا بنلاقي اللعيبه بتتمرن كويس وكويس تدري الجميع، فكنت بدي الجميع، حتى كنت بتدوا الاثنين زياده مرحله ثانيه، لان ناس ثانيه بتتمرن كويس بس مش هتحط ومحطتهم يبقى 18 لاعب وهكذا. فده كان هي عمليه الدافع والتنظيم. طيب في الفتره دي يا كابتن كان في نجوم كتير قوي في الفرقه، ما قلقتش من النجوم دي ممكن تتقلب على سوري في التعبير يعني تقلب على الكابتن عزت ويضايقك في شغلك؟ هحكي لك قصه بقى عشان بس قبل ما تحكي القصه دي هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. انا بقول لكم والله العظيم من الحلقات اللي انا مستمتع بيها ان الكابتن عزت ابو الروس رجعني احنا وانا اخش اوضه اللبس بعمل ايه، وانا بطلع من اوضه اللبس ايه، لما بكون زعلان ما لعبتش الماتش دوت مش عارف ايه، كانت قصص كبيره جدا. انا توقفت معاك لما سالت حضرتك وبقول لك كان في نجوم بيضايقوا كابتن عزت في مسيرتك الاداريه. شوف يا مصطفى، من ضمن الحاجات اللي انا قلت لك البوصله، ايوه اللي انا قلت لك عليها، ان هو العدل اساس الملك. نعم ونعم بالله. اعدل وما يهمكش اي حاجه تاني. اللي يزعل يزعل يخبط دماغه في الحيطه. المصلحه العامه، وانا مش هظلمك، عمري ما هظلمك. فده كان مبدا يعني يديني اطمئنان في التعامل. بس انا عايز منك 60 جنيه انت خصمتهم مني. شوف انا فاكر ان اللعيب اللي بيعمل حاجه هو عارف ايه اللي هياخده نتيجه اللائحه بالظبط، من غير ما اقول له انا. وما كانش بنشتكي. يعني ممكن اتاخرت عن تمرين وعارف ان انا متاخر، اجي اتكلم مع الكابتن عزت والنبي انا اتاخرت عشان كذا كذا كذا، في لائحه. كان كله بيقفل بقه. انا كنت مصر على اللائحه ليه؟ لان عاوز الانضباط والتسيب اللي في المرحله اللي فاتت دي يتعدل، لان داخلين على دوري بقى النادي الاهلي. لا واحنا كان الاول ما كانش في انضباط، خلينا نتكلم الصراحه. انا هديك مثل برضك يا مصطفى، انتوا كنتوا مجموعه بعتز بيها لسبب. وانا هقول قصه توريك المدلول اللي انا بقول عليه. اولا كنت رجاله بتسمعوا الكلام، وقبل اول ماتش كان قناه عايزين هنلعب القناه، وكان يوم ثلاث وانا راجع من الشغل، كنت دايما اعدي على الفريق المرتجي وكمان بيحافظ، ففتح الباب لقيت 9 لعيبه من حضراتكم موجودين جوه. انا صعقت. لعيبه في النادي الاهلي تروح مركز الرئاسه؟ انا ما كنتش فيهم. لو انا عارف التسعه بس مش هقول برضك، هم 9. فهي كمان كان بقى في المنتخب كان مسافر. ايوه. فهو قاعد على المكتب وكيل النادي بقى هو. فانا قاعد بقى قلت له ايه كمان بالقصه؟ قال لي اللعيبه بتقول ان طاهر الشيخ جه وجايبين له شقه في الزمالك وعقد مش عارف بكام فانا وجهت الكلام ليكم للعيبه اللي موجوده. قلت له انتوا عارفين مفيش حاجه بتتعمل من ورايا، ولو ده حصل انا هلغيه، ما فيش فايده. مصممين. لا كمال بيه تسمح لي بقى، احنا هنلعب الفريق الامل بتاع الكابتن الجوهري ماتش الجمعه الثلاث وماتش جمعه. ايوه. وطلبت التحويله، اديني الكابتن جوهري. كابتن جوهري من حسابك يوم الجمعه انت اللي هتلعب بفرقتك، تشكرين يا كابتن. على طول كده على طول خرجوا النادي الاهلي، خرجوا ما سبتهمش. رحت جايب المدربين الناشئين بتوعهم اللي هم بيرم. شرحت لهم الموقف وقلت لهم ما فيش الكلام ده غلط مليون المية، ورحت على الملعب الباقيين اتمرنوا. تاني يوم الاربعاء بقى كله موجود في الملعب، ما حدش جاب سيره ايه اللي حصل، لا انا ولا هم ولا حد فتح بقه ولا حد في مصر عرف. ما هي دي حلاوه النادي الاهلي يا كابتن، ولا حد عرف. ادي كده يا مصطفى كابتن عز هو ده النادي الاهلي، ادي اللعيبه كمان. ايوه ما الله، ما انا بقول لك احنا ودي اديتنا اطمئنينه ان احنا ماشيين صح وباذن الله هنبقى طبعا كويس. ولعبوا الناشئين يوم الجمعه؟ لا طبعا. انت رجع كل واحد بقى خلاص، يوم الاربع كل الناس موجوده. انسى بقى خلاص، انت رحت القطه. خلاص انتهت. طيب لما توليت المسؤوليه الفتره دي، لما بدات بقى من 73 وتلعب الدوري العام
واحنا بدانا اللعيبه الصغيره ابتدت تستوي وتخش مع اللعيبه الكبيره، كان السنه دي المحله فاز باول بطوله دوري العام. تخش بقى من 74 75 76 بدا يبقى فيه توهج من اللعيبه ونضوج كامل، وبدات المنظومه كلها بمدير الكوره بالمدربين بالكلام ده كله بقى فيه، رجعت شكل النادي الاهلي. الكلام اللي انت بتقوله ده يمكن سياده الفريق في التسجيل بتاعه بيقول لك ايه، علم اللعيبه الحب. هو الحب تحب ايه؟ تحب ناديك بالظبط. عشان كده العباره اللي هي بتبقى موجوده او الجمله الموجوده الاهلي فوق الجميع. في ناس كتير بتزعل من الكلام ده، لان احنا اتربينا في النادي الاهلي، النادي الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع بالنسبه للناس بتوعه للنادي. الناس بتوعه يعني. طيب بعد ما بدات بقى كابتن عزت في الفتره الزمنيه ديت، وبدا النادي الاهلي ياخد كل سنه الدوري العام. لا هو في حته مصطفى الاول برضك عشان توضح، اللي هو بمجرد ما ابتدينا فكانت صالح مشرف. ايوه. فوجدت لعيبه تيجي تظبطها راحت لصالح. من وراك. فصار طبعا ندهلي، قال لي فلان. وكان صالح كمان صريح. قال لي فلان جه، قلت له ما تكملش. قلت له دي بدايه مش كويسه بالنسبه لاداره الكوره. انت على طول قلت له كده؟ قلت له مش كويسه. يعني انت مش مسيطر. لا مش حكايه مش مسيطر، انك بتدي شماعه او حاجه تانية للعيب يقدر يلف حواليها. فاتكلمت مع الفريق المرتجي وكمال حافظ ومع صالح، قلت لهم في حالتين، لما حضرتك تسيب المجلس وترجع مدير كوره وانا معاك، او حلغ الاشراف. لمصلحه مين؟ مش لا انا مصلحه النادي ومصلحه الفريق. قال لي لا نلغي الاشراف. يا سلام. ما اعرفش بقى شعورك كان عندكم ايه بقى لما تلغي الاشراف. طيب انت كانت علاقتك ايه بالكابتن صالح؟ علاقة مميزة عن أي لعيب في الجيل بتاعي. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن دلوقتي أنت قلت كلمة يعني، هو كابتن صالح في بالاسم زي كابتن الخطيب كده. اسمه يعني هو دي حاجة، دي أرزاق بتاعت ربنا. فكابتن صالح كان اسمه كبير، نجم. لما أنت كان نجم صح، لما أنت قلت له الكلام ده ما زعلش إن كابتن عزت جاي يعدل عليا؟ إطلاقا. خد كلامك. مصلحة النادي، هو بص لمصلحة النادي. وأنا بوصلها من الناحية الإدارية، إن مفيش اتنين يقودوا مركب. مظبوط. اتنين ما تديش فرصه للعيب انه يغلط ويقول لك هروح لفلان. اديته سكه بقى خلاص. ما ينفعش. بس هو انتوا اللعيبه حست ان ما فيش الا عزت، لازم ده الوحيد. بالظبط. طيب انا في عندي اسئله كثيره جدا، ولسه احنا لسه ده انا عندي انت قاعد معانا بيت معانا النهارده كابتن. انا عندي وقت. ربنا يديك الصحه والعافيه. كانت علاقتك ايه ببعض النجوم حتى بعد ما بطلوا؟ واحد مثلا طيب خلينا نشوف الاول، بيقولوا لي شطه عاوز يتكلم مع الكابتن عزت، هنشوف شطه هيقول ايه ونرجع نحلل الكلام ده تاني. كابتن عزت طبعا كان لعيب يعني عصر كابتن صالح سليم وطارق سليم والمجموعه كلها، ولعب في اخر الخمسينات لا وحتى منتصف الستينات الحقيقه، وطبعا دخل بعد كده الجيش، وهي يعني اكتسب من خلال عمله في الجيش ده طبعا الانضباط ولا النظام وكيفية التعامل مع الأمور الخاصة بالإدارة والحاجات دي. هو أستاذ في الإدارة طبعا، لأنه أول ما إحنا جينا اللي كان مدير الكرة علينا الكابتن عزت أبو الروس، ودي طبعا حاجة بالنسبة لنا كان هو شديد جدا، فكان حقيقة المجموعة كلها كانت يعني محتاجة لنوعية إنك أنت لاعبين صغار طالعين من القطاع الناشئين مع لعيبة جاية من بره محترفة زي طاهر الشيخ وزي محسن صالح وزي أنا وجمال عبد العظيم، اسماء كانت وقتها لسه، وبعد كده جه مختار بعد كده جه محمد عامر، كانوا الحقيقه اللي جم من خارج النادي في ذلك الوقت مع الاندماج مع اللعيبه الصغيره اللي صعد يسموهم فرقه التلامذه. كابتن عزت جه في هذا الوقت وكان هيديكوتي موجود، كابتن هيديكوتي، فحقيقه خلق نظام كرة القدم طول عمرها من 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 73 وانت نازله ستينات وخمسينات واربعينات كانت كلها هوايه يعني، يا دوب بدل انتقال بسيط كده عشان تيجي ما فيش فلوس ولا في مكافآت زي ما بتحصل يعني في الفترة اللي جه فيها كابتن عزت أبو الروس. عزت أبو الروس مؤسس الإدارة ومؤسس قيمة مدير كرة القدم في النادي الأهلي، هو اللي وضع أسس ليها، وأحيانا مش هتكلم عنها لأنه هتكلم عنها بإسهاب، لكن هو وضع لنا النظام إن أنا أقدر آخد فلوس قد ما بلعب، وأدانا بدل انتقال بدل ما أعمل، ما كانش في عقود احتراف، كان ممنوع إنك تعمل عقد احتراف وقتها، وإلا هيحصل في تخش بقى في لوائح الاحتراف، كنا كلنا هاويين، عمل لنا النظام في الهواة أشبه بالاحتراف. هو وهيدكوتي أول مجموعة أو أول هي
مدربين من خلال وجودهم في النادي الاهلي عملوا نظام اليوم الكامل. وكان بقى لما يقعد مع مدير الكوره او يقعد مع المدير الفني مثلا، كان يقعد مع هيدوكوتي او يقعد يشتغل مع مايكل ايفرت برضه في فتره اوائل التسعينات، اشتغل مع مايكل ايفرت. فكان كابتن عز أبو الروسي يقعد مع المدرب بيديه وجهات نظر فنيه قويه جدا، لانه يعني مش محتاج ان يبقى المدير الفني، ولكن تدخله مع المدير الفني كان محدود، بحيث انه القرار قرار المدير الفني، لكن وجهه النظر والحاجه بتبقى عن طريقه. كابتن عزت كان عنده رؤيه كبيره جدا في كره القدم، ما اشتغلش مدرب لكن كان يتحدث في كره القدم افضل من اي مدرب، ويعلم احتياجات اللعيب ايه، ويعلم الفرق اللي جايه دي اللي بتلعبك دي احتياجاتها ايه. فكان وجوده مع هيدوكوتي انجح فتره للنادي الاهلي، ممكن يعني من انجح الفترات في تاريخ النادي الاهلي، انه عزت كابتن عزت بالروس مع هيدوكوتي دي تعتبر حقيقه يعني 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 عايز اقول لك من افضل العقود اللي اتعملت في النادي، عقد يعني عقد من الزمان يعني. انه 10 سنين اللي قضاها كابتن عزت بالروس معانا، هو ما كملش 10 سنين لكن هيدوكوتي استمر معانا فتره طويله من 72 لحد 82 لحد 80 او 81، تعتبر 10 سنين يعني. فله قدرات فنيه وقدرات اداريه عاليه جدا، هذا المزيج قلما تجديه في شخص بهذه المواصفات الحقيقه كابتن عزت أبو الروس. شكرينا كابتن شطه. وانا بس حابب اعلق حاجه على كلمه شطه. هو نسي حد، نسي فؤاد شعبان، لان فؤاد كلمة. شعبان له دور كبير معاكم قوي قوي طبعاً قوي طبعا طبعا الحقيقه طبعا. وحازم كرم يعني كلمة. المجموعه كلها كاسره واحده كان ما شاء الله عليهم. طيب كابتن شطه واحنا بنتكلم معاه بفكرني بحاجه كده، بيقول لي ان الكابتن عزت انت طلبت منه ان يصور لك التدريب، ليه؟ تعرف بعض اللعيبه ده كانت في التسعينات تقريبا. انت فكرت في دي ازاي يا كابتن؟ اللعيب بتيجي تكلمه، انا تعرف يا مصطفى انا كنت ببقى قاعد في التمرين مركز مش 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 مع الجمهور، انا بشوف لا المدرب لا بيقول ايه واللعيب بينفذ ولا ما ينفذش. بعد ما بيديله ظهره مظبوط، وبعدين باجي بعد التمرين اقعد مع اللاعب اتكلم معاه. ففي لعيبه تتكلمه تقول له يا ابني انت لعيب كويس قوي، ما بتلعبش الا لما تجيلك الكوره، ما ينفعش لازم تجري وتهابر واول اخر. يا كابتن ما انا بجري. فلقيت ما فيش فايده في الكلام، فروحت شطه اطلع بقى في المدرج في تقسيمه صور صورها لي صور، وبعد التمرين جبته. لكن مع مايكل ايفرت بقى اللي هي المرحله الثانيه اللي فيها. ما انا بقول لك في التسعينات. قلت له صور، وبعد نهايه التمرين جبت اللاعب، تعال اقعد معايا اتفرج. سكت ما فتحش بقه. وعشان كده انا دايما بقول ايه لغه بقى. الارقام مهمه جدا. لغه أيوة الارقام. ايوه طيب انت في لما اجي اقول ان منصب مدير الكوره، لو قلت للكابتن عزت لخصه لي، لان انا لو اتكلمت عن مدير الكوره دي هفضل اتكلم كده لمده 10 حلقات، انما لما اقول للكابتن عزت لخص لي كلمه مدير الكوره او مسمى الجديد بتاعها دلوقتي اللي بيتقال. شوف زي ما قلت لك، هو العقل المفكر اللي بيراعي كل عناصر اللي موجوده معاه. نعم. يشوف احتياجاتهم يوفرها لهم، ولو في اي خروج عن النص يرجعوا تاني لمكانه. وانت مدير كره في النادي الاهلي، هل الكابتن عزت ابو الروس اضاف للنادي الاهلي ولا النادي الاهلي اللي اضاف لعزت ابو الروس؟ شوف انا يعني سؤال اقول لك حاجه، لا اقول لك حاجه، لو عندك زرع نعم وسبته كده يجراله ايه؟ يدبل طبعا. لو اديته ميه هينمو. الاهلي هو الميه، الميه اللي بتدي الحياه لكل واحد. أنا بقول للسادة المشاهدين وجماهير النادي الأهلي، ابن من أبناء النادي الأهلي بيقول كده، يعني بحياة، المية دي حياة. فهو كابتن عزت وصف حاجة يعني في التعبير ليها معنى كبير جدا. أنت في سنة من السنين لما كنت مدير كورة وخسرنا الكاس من اتحاد اسكندرية، أنت يعني زعلان من جواك، لكن رحت عشان تبين للناس دي كلها أن الروح الرياضية فوق كل شيء، بالزي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. رحت هنيت فريق الاتحاد وقلت لهم مبروك، أنتوا تستحقوا أنك تفوزوا بالكاس، فمبروك عليكم. وما اتكلمتش ولا أي حاجة، ولا طلعت تصريحات ولا الكلام ده كله. هو شوف في حاجتين مهمين جدا. العلاقة الطيبة، لأن احنا بالرياضة ماش خناقة. لازم نعرف أن الهزيمة مش عيب، في مكسب وخساره مش عار زي ما بعض الناس بتكتب.
الهزيمه دي معناها انك انت في حاجه حصلت لازم تعرفها تصلحها عشان تقدر تعوض. لازم يكون ده المفهوم بتاعنا. وده لازم يكون مفهوم الجمهور، مش عيب انك تخسر. اكيد. طيب كابتن عزت، احنا السؤال ده يمكن فيه حراك شويه. انت اشتغلت في النادي الاهلي وحققت كل اللي انت عاوزه، اشتغلت بره النادي الاهلي، هل في فرق في الشغل بين هنا وبين هنا؟ النادي الاهلي منظومه متكامله، دخلت انا في وسطها وهي متكامله. يعني تعرف ترس شغال طبعا طبعا. في مناطق تانية رحنا كان لازم تعمل المنظومه، لازم تبتدي تعمل. طيب انا معايا تسجيل لابن من ابنائك واللي انت جبته من نادي مصنع 36 للنادي الاهلي. رمضان السيد. رمضان السيد. هنشوف رمضان هيقول ايه ونرجع تاني مع حضرتك. ازاي احوالك؟ طمني عليك. والله الحمد لله يا كابتن عزت. زمايلك حلوان، اخبارهم ايه؟ والله كله تمام يا كابتن عزت. واخبار الفرقه بتاعتك؟ والله الحمد لله تمام. يلا عايزين نبارك لك قريب. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. هما بيسالوا في فرقه ايه يا رمضان؟ انا بتروجيت. بتروجيت او داخل هو التصوير. داخلين ترقي ان شاء الله. هو طبعا ما بنتكلم في الفتره اللي انا جيت فيها حلوان ومسكنا نادي التصنيع، فاكر؟ طبعا. تقدر انت بقى تدينا فكره الفرقه كانت ايه وبقت ايه؟ والله يعني بيعتبروا من احسن موسمين لنادي التصنيع، واعتقد كان الطموح كبير جدا جدا وكان ممكن فعلا يتحقق، واتعملت فرقه حقيقه على مستوى عالي جدا في الموسم اللي احنا طلعنا فيه دوري ممتاز، وعملنا موسم هايل. يمكن بس كان بينقصنا ان احنا ما كانش عندنا ملعب، كنا بنلعب في ملعب الترسانه، واعتقد ان دي فرقت معانا بشكل جامد جدا. يمكن انا هقول نقطه مهمه جدا، جانب تاني غير الجانب الاداري اللي متفوق فيه كابتن عزت ابو روس في بشكل كبير جدا، الجانب الفني عنده. اعتقد ان انا كمدرب حتى اتعلمت من الكابتن عزت في الحقيقه نواحي فنيه كتيره جدا جدا جدا، واهتمامه ازاي وبالفرق اللي احنا كنا بنلعبها وبكل صغيره وكبيره في الفرقه والتكتيك اللي كنا بنلعب بيه. اعتقد ان الكابتن مصطفى عصمت كان متولي الناحيه البدنيه، والكابتن عزت كان متولي الناحيه الفنيه فعلا. وحقيقه يمكن الموسم ده احنا يمكن اخذنا من النادي الاهلي 3 بونت مكسب ماتش وتعادلنا مباراه، ويمكن دي كان ليه فضل كبير جدا الحقيقه كابتن عزت في نتائج كتيره جدا حققناها، وكان مستوى عالي جدا. لكن زي ما بقول ان كان بس بينقصنا ان احنا كنا نلعب في حلوان يعني. وكان برضك من العوامل اللي هي ساعدت برضك ان احنا ما نكملش يا رمضان. ان ابتدى الدعم اللي كان موجود ايام دكتور اشرف في ال بالظبط، فدي فرقت معانا كتير. بالظبط. ويمكن كان الطموح، عشان كده بقول كان الطموح كبير جدا لكن ما اتحققش عشان النقطه ديت. لما دكتور اشرف طبعا مشي وطبعا الدعم قل طبعا. طب لو سالتك يا رمضان دلوقتي سؤال، انت كنت لعيب ودلوقتي مدرب، ايه الفرق؟ الحقيقه الفرق كبير جدا. يعني الفرق ان انا لعيب كوره ببقى مسؤول عن نفسي ومسؤول عن النواحي البدنيه والفنيه لنفسي، كنت مثلا محافظ على نفسي الحاجات دي كلها. لكن الحقيقه كمدرب دي شغلانه حكايه كبيره جدا، ان انا مسؤول عن تيم، مسؤول عن ثقه مجلس اداره بيضحى فيا ان احنا بنحقق انجاز للنادي. واعتقد ان مهمه طبعا كبيره جدا، وان ازاي المدرب لازم يكون ملم بكل صغيره وكبيره. حته الحب كمان كمهنه كاحتراف دي بتفرق مع اي مدرب، واعتقد ان دي الحمد لله رب العالمين يمكن دي فارقه معايا ان انا اخدها فعلا كاحتراف بشكل كبير جدا يعني. هتقول ايه لرمضان يا كابتن عزت؟ هقول لرمضان كان لعيب موهوب. نعم. على اخلاق مؤثر في فريقه، وكان بيجد الاحترام والمحبه من كل زمايله حتى الاكبر منه في السن. كل اللي بتمنه له ربنا يديله الصحه والعافيه. قال لي هو كابتن عزت اللي خدني كده، كنت رايح حمضي في نادي الزمالك، قال له انت تحب تلعب في الاهلي؟ قال له ما حدش كلمني. فهو اشاد بالجزئيه دي. طيب انت بعد التجربه بتاعت الهيئه العربيه للتصنيع رحت استاد المقاولين، ودي كانت تجربه جديده. كان معاك الكابتن عبد الصالح الوحش تقريبا. هو كابتن عبد الصالح وانا في التصنيع كان ابتدى بقى الامكانيات تقل، وانا ابتديت بقى يعني احس ان العمليه مش هتمشي. وانا ما احبش اقعد في مكان ما بيستمرش فيه. هل مدير الكوره محتاج امكانيات؟ طبعا، بدون امكانيات ما تقدرش تشتغل، ما تقدرش.
فكنت دايما بشتكي للكابتن محمد ان انا زهقان وعاوز امشي وخلاص. انت كنت مدير كوره واشتغلت مدرب كمان يا كابتن. انا هحكي لك القصه دي. انا لما مسكت الفريق ده الشربيني اقول له تعالى امسك الفريق، قال لي لا امسك. طب عوضين كان بيشتغل في المصنع، تعالى كابتن عوضين، قال لي لا الفرقه ما تسوق يعني لغايه ما لقيت الله يرحمه مصطفى عصمت. فاتفقت معاه، مصطفى كان ماسك قطاع الناشئين بصفه مستمره طبعا. فقلت له مصطفى دي مسؤوليه، وانا قلت دكتور اشرف ان انا هاديها وهتحملها، فانا هقسم بيني وبينك الموضوع. حضرتك اقدر مني في انك تعد الاعداد البدني والفني والمهاري والاخره، وسيب لنا الحته بتاعت اداره المباريات الفنيه دي لاني انا طول عمري فيها يعني. واتفقنا على كده، ودي الحته اللي انا اشتغلت فيها كمدير فني الحمد لله. وهم طبعا كنت والله يا مصطفى كنت اكنك داخل الامتحان وبتغش زمان. انا كنت رايح اتفرج على الفرقه احللها مظبوط كافراد وكخطوط وكمجموعات، واروح اقعد بقى معاهم كل واحد هيعمل ايه. طب بعت لي عن التدريب يا كابتن. ما انا قلت لك انا ما كنتش بختار، هي الظروف اللي بتعملها. يعني اشتغلت مؤقتا لغايه بعدين رحت المقاولين، فدخلت في الاداره ومشيت. دخلت بعد كده التجربه بتاعت المقاولين العرب. كانت تجربه انت من وجهه نظرك شايفها ناجحه جدا بالنسبه لي، لان كان لسه ما لم يتم افتتاحه والبنى شغال. فابتديت وكان في مهندس معايا مرافق، بنمر ونشوف ايه اللي بيخلص. بتاعت في الموقع بقى على طول على الموقع. وكان الله يرحمه بقى المهندس حسين عثمان من الناس المحترمه طبعا طبعا، الذكاء اللي في الدنيا وقمه الاشراف والاداره. كان يجي لنا مره في الاسبوع يشوف ايه اللي تم انجازه، فتعلمت حاجات وشفت حاجات كتير جدا. يعني ممكن تفتح شركه مقاولات؟ مقاولات يعني. وشوف اي شغل يا مصطفى لو عندك القدره الاداريه طبعا هي القدره دي طبعا، لانك هتجيب بقى المتخصصين في الحته دي. اكيد اكيد. طيب يعني انا شايف من كلامي معاك يا كابتن عزت ان انت ما بتحبش تقعد ايدك فاضيه بمعنى اصح، او عندك عزيمه ربنا يديك العمر والصحه انك عاوز تشتغل طول الوقت. لذلك لما سالتك في الاول وحضرتك داخل بقول لك يا كابتن عزت انت بتعمل ايه دلوقتي، بتقول لي لا انا واخد فتره راحه. هل انت استكفيت خلاص من الشغل؟ هي الظروف بقى والوقت والسن بيخليك يعني تفرغت بقى للولاد والاطفال. خلاص بقى انت عارف انا طول عمري سايبهم. طبعا، لان سواء جيش والله احنا بنلعب جيش او كوره طول بره. طب في فتره من الفترات انت جات لك دعوه للسفر في نادي الشارقه في الامارات، وكنت رايح انك هتاسس حاجه لمده سنه وترجع، قعدت 10 سنين. ازاي جالك قلب ازاي تقعد كده؟ هو برضك وانا في المقاولين ما كانش فيه تليفونات، فكنت بنزل اقعد في اداره المباني تحت مع الدكتور المهندس عبد الستار ربنا يديله الصحه والعافيه. فالتليفون ضرب انا في مكتبه، هو اللي رد، فبيقول له ده موجود عندي. يبقى انا المقصود بقى انا ما فيش غير اللي قاعد. طلع الحاج مصطفى كامل الله يرحمه المدرب الحكم العالمي ده، فبيقول لي عزت نادي الشرق طالب مدير، وانا ما اقدرش ابعت اي حد لان هو سمعته هناك طيبه جدا الحقيقه. ده مين؟ الحاج مصطفى. سمعته كويسه. قال لي ما اقدرش ابعت اي حد. فانا فكرت فيه والله، قلت له انا الحقيقه حاج متشكر، لكن انا اساسا مبسوط هنا والمشروع حلو وعاجبني، وسبته وقفلنا. روحت على روح الساعه 4 5 بقول لمراتي حاج مصطفى كذا كذا كذا، قالت طب ما نسافر ده لسه البنات صغيرين فرصه، ده بيقولوا حلو قوي المدينه. تحيرتيني. لم الشنط. فرحت متصل بيه قلت له لقيت حد؟ قال لي لا. قلت له خلاص انا موافق. طيب علاقتك ايه بالكابتن يكن حسين؟ يكن طبعا انا حضرته وهو بيلعب في النادي الاهلي. حضرته وهو بيلعب في النادي الاهلي؟ طبعا. وبعدين هو ساب وراح الزمالك، وبعدين اتقابلنا تاني في الشارقه. كان هو ماسك قطاع الناشئين هناك بقاله فتره، وهو شخصيه ظريفه وجدع، وما كانش فيه الحساسيات اللي انت شايفها اللي احنا بنشوفها دلوقتي. لا 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 فرق السماء والارض. طب احنا معانا تسجيل للكابتن يكن حسين رحمه الله عليه، عايزين نشوف هيقول ايه وبيتكلم ازاي مع الكابتن عزت، وبعدين نرجع نحلل كلامه تاني. اهلا يا كابتن. اهلا يا حبيبي. الف مبروك على الدهري. الله يبارك فيك. تستاهلوه الحقيقه. وعاوزين دايما كده نسمع عنك كل خير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك كابتن عزت؟ ازاي احوالك؟ الحمد لله على السلامه. كان سنه 81. فاكر 81 كنا فين؟ امال ايه؟ والاخ كان معايا مين في النادي بتاع الشرق؟ احنا كنا معانا كابتن، كنت انا وانت والكابتن سامي مدرب كره اليد.
وعزمي وكابتن عزمي مجاهد وحسام البدراوي وامال ايه وحسام البدراوي يعني كنا مجموعه الحقيقه بصريه جميله. ويمكن تسمح لي يا كابتن ياكن برضك يمكن الناس ما تعرفش انت كنت ماسك ايه يمكن في نادي الشرق لما رحت كنت انت موجود وكان ماسك قطاع الناشئين. انت العموم عاوز اقول على حاجه استاذ عزت عشان الناس مش عارفاها. القياده والعمل الاداري هو العامل الاساسي وراء نجاح الالعاب. واخد بالك؟ تمام. فاحنا يعني الحقيقه برضك يعني عاوز اقول احنا بنشتغل في نادي غريب ويكون معانا واحد زي عزت ابو الروس راجل يعني عسكري وراجل يعرف الضبط والربط ويعرف النظام فده بيساعد المدربين على انها تعرف تشوف شغلها خصوصا ان احنا كنا يعني مجموعه كنا زي عيله بالظبط. فالحقيقه كانت المجموعه ومعاك كنا يعني كلنا انتجنا الحمد لله كلنا انتجنا في ظل لان احنا كنا يعني عاوز اقول ايه الزبل يعني المجموعه الاولى اللي راحت دوله الامارات اللي انا بعزها جدا الحقيقه يعني عملنا حاجه يعني عاوز اقول ان الرياضه برضك كان وراها مجموعه من المصريين سواء كانت اداريه او كان مدربين الحقيقه فكانت يعني حاجه كويسه مش احنا لمسنا الموضوع ده لان احنا كنا في نادي كلنا بنحبه الحقيقه. دي انا كنت عاوز اكد عليها انها كانت مجموعه الناس مجموعه عامه شرقه يعني تحسهم من اخواتك او انه من عيلتك. بص انا سبت الامارات 88 لغايه النهارده بيكلموني وبيقولي اداريين ولاعبين انت واخد بالك احنا لولا طبعا احنا كنا بنشوف بعض كل يوم وكنا ساكنين مع بعض انا مش عارف عباره واحده وكانت يعني بيني وبينك يعني الغربه برضك كانت بتشد من الاخويه ومن الحب مع بعضينا. انت فاكر النادي لما كنت انا جينا وكان لسه بيتطور وكان هيتبني لسه اتعمل فيه بطولتين من البطولات الناجحه بتاعت الانديه العربيه المجلس التعاون امال ايه اتنظمت تمام 24 ايراد كابتن عزت الناس هناك الحقيقه بيحبوك جدا الحمد لله ويعني ما فيش مناسبه حد بيكلمني الا تيجي سيرتك الحمد لله لانك انت برضك قدوه يعني لاعب وعسكري وادارجي ودي وضحت احنا ما بتيجي مصر الناس بتختبر الحمد لله انت واخد بالك انما احنا عملنا ما لا يمكن ان ينساه الناس هناك. شوف العلاقه حتى بين لعيبه النادي الاهلي والزمالك بره زي ما بيتقال يا كابتن بيعششوا على بعض طبعا ما فيش حد بيعاوز يمشي ده ولا حد يمشي ده لا دليل انت بتكلمه انا حاسس الكابتن ياكن حسين الحب اللي بينكم وبين بعض قوي قوي ودي العلاقه اللي احنا بنتكلم فيها ونبعد بقى عن العصبيه شويه والتعصب العصبيه ده جهل كابتن. جهل والعياذ بالله طيب احنا بعد مكالمه الكابتن ياكن عندنا مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة العمل في اتحاد الكورة والمرحلة دي بيشهد لها التاريخ وانا كنت عارف الكلام ده كله وشفت قدام انا كل الدراسات والتخطيط اللي انت عملته لاتحاد الكورة وفي النهاية بقولك يا ريت يا ابو زيت ما غزيت زي ما بيتقال ناس بتسمع من هنا وتفوت من هنا. طيب انت دخلت بوابة الاتحاد الكورة عشان تشتغل في اتحاد الكورة انت دخلت اتحاد الكوره كم مره يا كابتن؟ انا دخلت مرتين المره الاولى كانت عشان طبعا انا ما كنتش في تخطيط ان ادخل انا دخلت برضك بطريق الصدفه نعم ان كان في مجلس معين او هيتعين نعم برئاسه اللي هو حرب الدهشوري فلقيت حرب بيتصل بيا بيقول لي انا عاوزك معايا فين؟ قال لي في اتحاد الكوره قلت له يا عم انا خلاص بعدت عن الرياضه بقى وريحني قاعد والله بتاع تلت ساعه بنتكلم وبعدين قلت له اوكي اللي هو حاجه جميله قلت له اوكي وقفلت السكه تاني يوم لقيت عادل طعيمه بيكلمني بيقول لي مبروك يا كابتن قلت له خير قال لي عينوا مجلس اداره لاتحاد الكوره برئاسه اللي هو دهشوري وانت سكرتير عام الاتحاد سكرتير عام الاتحاد ومعاك سمير زاهر الله يرحمه الله يرحمه مساعد سكرتير عام ومجموعه طيبه جدا منها الاستاذ الكبير فهم عمر يا سلام شخصية جميلة الخال ده حاجة قوي والمهم ورحت تاني يوم وقعدنا بقى الحرب الحقيقة كان كاتب ورقة على الحاجات اللي هو بيفكر فيها بخط ايده منظم قوي وأراها علينا وكان فيها أهم أربع خمس حاجات اللي خدت مننا وقت في النقاش أول حاجة قطاع الناشئين مسابقاته هزيلة 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 لحد دلوقتي يا كابتن
لا ده ده هناك كان زمان في منطقه القاهره اهلي وسكه والباقي بيتغلب بالعشرة. بالظبط. الجيزه ترسانه والزمالك والباقي بيتغلب بالعشرة. عمليه يعني الثمره بتاعتها ضعيفه جدا طبعا. والمدربين عايزين نعمل معهد كوره، يبقى تغيير قطاع الناشئين نشوف حل ليه. معهد كوره عايزين ندخل نعمل مركز معلومات. انت عاوز بتبني من جديد خالص. ما كانش في حاجه خالص في اتحاد الكوره. انا اقول لك حاجه يا مصطفى، انا لما دخلت اتحاد الكوره خصوصا لما جيت اعمل المركز المعلومات بدور على المعلومات الموجوده والبيانات. صعب جدا. مفيش. صعب. انا جبت معظمها ان انا اضطريت اقرا مجالس اداره الاتحاد من يوم ما اتعمل. يبقى كنت لازم تجيب فوزي غانم. عدينا مفتاحهم. المهم يعني قعدت اقرا عشان اطلع بيانات، وبعدين الحفظ كان سيء للغايه. يعني طيب انت 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 جبت سيره واحد يعني حبيبي قوي، وهو شرفنا هنا في البرنامج، وكنا بنقعد الساعة 7:05 عشان نسمع الخال. الخال الخال يا خال. ازيك يا خال، وحشني. يا ربنا يحوش النهارده اتنين أهلاوية عليا ربنا. أنت في القلب. كل سنة وأنتم طيبين يا أولاد، والله فيكم يا حبايبي. ربنا يديك العمر والصحة ويخليك لينا ونتمتع بيك أكتر فأكتر. بين أيامكم الجميلة والروح الرياضية الحلوة. يا خبر ابيض، فين فين انت، انت شايف ان الحاله دي ممكن ترجع تاني يا خال؟ انا بفتكر الايام دي. طب انا مش عايز اقول لك اني انا ساعات ببكي، ايه رايك بقى؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله صحيح. اهلا اهلا يا عزت، ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك. اهلا بيك ابو كباتن. ابو كباتن ازيك يا خال يا جميل؟ ربنا يخليك يا حبيبي. اشكرك اشكرك، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه، وما زلنا بنعاني هذه الفتره من المعلقين. انت ما زلت برضه بتوطي الصوت زي ما انت كنت متعود يا خال؟ لا بيني وبينك انا ساعات ساعات بقفل والله بتفرج كده صمت يعني. ده رغي اكتر من اللازم، ومعلومات يعني بتاع وقفشات وحشه و... لا 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 يعني كفايه كده، مش عايز اقول اكتر من كده. عايز يعني طب انت لما الكابتن عزت كان بيتكلم دلوقتي، كان ماسك سكرتير عام الاتحاد في الفتره بتاعت اللواء حرب الدهشوري. ايوه. وبيقول لي كان من الناس الناس الجميله كده. وانا كنت عضو في مجلس الاداره مع حرب. ايوه ما هو لسه بيقول لك، والخال كان معانا. قلت له ده هنتصل مع الخال. انا عشت سنه جميله جدا في هذا المجلس. وكان عزت يعني اللهم صل على النبي الاداري اللي يعني ياخد 10 على 10. وبقولها مش عشان هو قاعد قدامك، لا لا انت صريح. انا بقولها للتاريخ. نعم. انا بقولها للتاريخ. نعم. السنه اللي قضيناها في مجلس اتحاد كره القدم اظن كانت 90 91 مش فاكر بالظبط. 91 ممكن هو يفكرني سنه كام يعني. 92 92 92 كانت من اجمل السنوات اللي يعني مش عايز اشكر في المجلس، لكن المجلس كان ممشي يعني، كانت الكوره منضبطه انضباط شديد جدا، اضافه الى عمل اداري متميز كان بيقوم به الكابتن عزت أبو، اضافه الى الكابتن حرب يعني كمان كان راجل مجيد في عمله. يا سلام يا سلام. طيب انت الـ يعني نفس المستوى بتاع الاداره ده هو كان نفس مستوى زي مستواكم في الكره. في الكره قد ايه كانت الكره حلوه، كمان الاداره كانت حلوه. نعم. ده اللي عايز اقوله يعني. نعم نعم. انت شايف يا خال ان اتحاد الكوره في الفترات الاخيره اللي كانت بعد كده في ناس جت اشتغلت وحققت انجازات، وفي دلوقتي حال الكوره، انت شايف حال الكوره في مصر ايه دلوقتي يا خال؟ انا والله شوف يعني انا بقول لك على حاجه انا يعني مقروص منها. يوم هتعرف حال الكورة. الدوريات يا كابتن خلصت في كل الدنيا. أنا لسه الدوري بتاعي قدام شهر ونص عشان يخلص. الله، ما فيش جدول يحترم، ما فيش جدول يتحط علشان تبقى في توقيت معين يبدأ الدوري يوم كذا وينتهي من كذا. مين هيروح في الحر ده؟ أنا معاك. يعني حرام كده، حرام حرام. أنا معاك أنا معاك والله. الدوري يقعد طول السنة. طب الدوري الموسم الجديد هيبتدي إمتى؟ ده هيبتدي بعد ما يخلص ابو اسبوعين. ده يعني يا دوبك مش هيلحق ياخدوا راحه. لا 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 لا، يجب ان يكون هناك يعني تنظيم
اللعبة المعشوقة التي يعشقها الناس والتي يحبها الناس، يجب أن تكون الإدارة بتاعتها على قدر مستوى هذه اللعبة من الحب والعطاء. اللي يديروها يجب يكونوا على مستوى كبير جدا من العطاء للكورة الجميلة اللي الناس بتحبها وتتفرج عليها. نعم نعم. انت معاك الكابتن عزت بقى، ما كان شغالين مع بعض في الفترة اللي هي سنة 92، قول لنا على موقف كده والكابتن عزت يحكي معاك كده على موقف حصل له. أنا أفكرك أنا كنت متعين سكرتير عام الاتحاد. بعد النقاش اجتمعت انتوا وقلتوا لي مين اللي هينفذ الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. فقدم استقالتك وامسك مدير فني الاتحاد ونفذ الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دي. فاكر هذا الكلام؟ بتفكرني. وبعدين فعلا قدمت استقالتي من كسكرتير ومسكت مدير فني الاتحاد وابتديت اشتغل عشان ننفذ الحاجات اللي احنا ناقشناها، قطاع الناشئين وقطاع والمركز المعلومات ومعهد الكوره، وتنفذت على اكمل وجه واجمل صوره. الحمد لله الحمد لله. بس الحاجات دي موجوده في ربنا يديلك ثواب المجهود اللي بذلته. الله يخليك، ربنا يخليك يا خال، الله يخليناش منك ويديلك الصحه والعمر كده ونتمتع بيك كمان وكمان. الله يخليك يا مجري، وانت يا عم اللهم صل على النبي، خلاص بقيت بعد سبحان الله. الله يخليك، البركه في ربنا. مقوره قد الدنيا دلوقتي بقيت نجم اعلام. صل على النبي. احنا بنلقط منك يا خال، بنلقط. لا 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 لا، واضافه الى ذلك القوه بتاعتك في الشاشه يا مصطفى، انت ما حدش بيقول لك عليها القوه دي، في حاجه في مجال الاعلام اسمها الطوله الاعلاميه. ده فضل من ربنا والله يا خال. فضل من ربنا، ربنا يديمها علينا ويديمها عليك الصحه والعافيه. كابتن عزت عاوز هيقولك حاجه. اولا شكرا انك اتحترنا نسمع صوتك ونصايحك وكلامك الجميل، ربنا يديك الصحه والعافيه. كلمك يا حبيبي، كلمك يا حبيبي. شكرا، كتر خيرك يا خال. يعني انت داخل السكرتير دخلت مسكت مدير فني. لان قعدنا نتناقش في الحاجات دي فلقوني يعني عندي فكره. نعم نعم. فقال لك طب مين هيجي ينفذ بقى الكلام ده؟ كنت مشرف على الناشئين، مسابقات الناشئين. لا لا لا، ده هو كان اساسا عاوزين نغير النظام بتاع الناشئين. وعملت لهم ال، جبت معايا احسن اثنين كانوا فاهمين في هذا المجال، الدكتور احمد خاطر. يا سلام. والدكتور عمرو ابو المجد. ربنا يديله العمر وربنا يديله الدكتور خاطر. وقعدنا قلنا ايه العيوب اللي موجوده وازاي نعمل حاجه كويسه تفيد الكره المصريه. فاتعمل مشروع القطاعات، وهو مشروع كان جيد جدا. نعم. وكان عاوزين نعمل المدربين والاداريين، مين اللي هيدربهم، مين اللي هيعلمهم. فعملنا معهد الكوره، عملنا عده دورات وجبنا كرامر معانا. أيوة طبعا في الفتره ديت. عشان قطاع الناشئين بالذات. ايوه. وعملنا مجلس بتاع ده، مركز المعلومات، وكان في مؤتمر سنه 92 بنقول فيه الكلام ده وكتايب ظريف كده عملناه. ورجعنا بعد المؤتمر، رحنا على كان في نادي الشرطه اللي جنب الاتحاد جنب الله. رجعت انا والدكتور احمد خاطر وعمر، فقلت لهم يا جماعه في حاجه ناقصانا. خير؟ قلت لهم احنا عملنا مسابقه 15 و18 و20، طب ما قبل ال 15 سنه اللي الاساس بقى البراعم الحلوه دي فين بالنسبه لينا احنا في سياستنا؟ فقعدت فكرت، قلت لهم اقول لكم حاجه، احنا كنا لفينا الجمهوريه ولقينا في لعيبه كويسه جدا، وفي مصر ولاده يا كابتن. نعم، مصر ولاده. وفي مدربين متحمسين جدا بس ينقصهم العلم. لازم تعد بقى. مين اللي هيدهم؟ ما كانش. فانا اقترحت بردك عليهم الاقتراح ده، قلت لهم احنا نضرب عصفورين بحجر، هنجيب المدرب دوت 3 ايام في الاسبوع عندنا هنا في النادي في الاتحاد، نديله البرنامج بتاع السنه الجايه، بتاع الشهر الجاي، ندربه عليه ونبعت له مشرف معاه مرتين في الشهر على الاقل عشان تأسس الولد من صغره وهو كمان يتعلم. طبعا تعلمه. طبعا. ومشي كانت ممتازه جدا جدا. طب انا معايا تقرير صوتي للكابتن للدكتور عمرو ابو المجد. حبيبك اللي كان بيحط معاك البرامج. في الاخر ندور على في اتحاد الكوره. عمرو من الشخصيات الجميله واللي انا دايما بستعين بيه، انا استعنت بيه في الاتحاد واستعنت بيه في النادي الاهلي، لان شخص زي عامل زي شطه. شطه من الناس المحترمه. يا سلام. واللي تثق فيهم ودايما اخدهم معايا في المكان لانه بيفيدوا ويضيفوا. مش عاوزه كلام، نسمع الدكتور عمرو هيقول ايه ونرجع لحضرتك تاني. نتكلم
ازاي دلوقتي سرقنا؟ لا ولا يهمك، انا بس كنت عايز استمتع الحقيقه بالكلام الجميل. انا كنت عايز بس تفكرنا بسرعه، فاكر انت المشروع العظيم بتاع القطاعات والبراعم؟ أيوة. والمجموعه الحلوه اللي كانت معاك، محسن خليفه وجمال اسماعيل ويحيى نور وابراهيم ابو زيد، ومجموعه كانت طيبه. مجموعه طيبه. هو طبعا يمكن الكابتن خورشيد بيقول ان دوري القطاعات دوري قوي وعظيم، ويمكن ما قالش ان هذا الدوري او هذا التخطيط لدوري القطاعات يمكن جاء على ايد حضرتك وانت ماسك اتحاد الكوره، ويمكن شاركنا معاك انا والدكتور احمد خاطر في التخطيط وتنفيذ هذا الدوري ولمده سنتين، وعملنا بيه شغل كويس وما زال ماشي بقى بخطواته حتى الان بالقوه اللي احنا بدانا بيها. ايضا المشروع البراعم برضو خططناه مع بعض، وكان معانا مجموعه رائعه، محسن خليفه ويحيى نور وابراهيم ابو زيد وجمال اسماعيل وجمال عبد الله، وهكذا كان معانا مجموعه من المدربين الرومان ايضا، وعملنا لفه كويسه قوي على جميع محافظات مصر، واخترنا حوالي 100 ولد على اعلى مستوى تحت 14 سنه، وسلمناهم بعد كده للدكتور محمد علي اللي قادهم باقتدار وعمل برامج وقدر ان يكسب سادس عالم بهؤلاء الاولاد الذخيره اللي احنا عملناها كلنا واشتركنا فيها مع بعض. والحقيقه بقول ان اساس اي نجاح هو التخطيط، وان يكون في رجل قيادي على راس العمل الاداري، وكنت حضرتك ساعتها تمثل لنا القدوه الحسنه في هذا الامر بترتيب افكارك وتخطيطك الجيد المدعم بالخبرات العاليه في الاداره. وطبعا انت عارف يعني احنا بنحترم حضرتك في حاجات كتيره جدا، فانت راجل صاحب قرار وراجل امين وصادق وقيادي مميز، وزي ما قال الكابتن علي زيور والكابتن عبد الصالح، احنا بنقول ان الحب اولا ثم التخطيط والتنفيذ. عموما يا عمرو عشان التايم، انا عايز اقول لك ان النجاح بيجي مش من فرد، ولكن بيجي من العمل الجماعي. ايوه، فهو ده اللي احنا بنتمناه دايما، ان ده العمل عمل جماعي. هو ده اللي واتمنى لك يا عمرو كده دايما النجاح في كل ما تصبو اليه باذن الله. هتقول ايه للدكتور عمرو بقى؟ هقول للدكتور عمرو بارك الله فيك، ودايما سباق للأعمال المجيدة في العلم، وربنا يديك الصحة والعافية. كابتن عزت، لما بتسأل على الشغل اللي انتوا كنتوا عاملينه في اتحاد الكورة في مع اللواء الدهشوري حرب، ربنا يديله الصحة والعافية، بيقولوا لك ايه؟ بيقول لك الحاجات دي موجودة هنا ولا الحاجات دي كلها اتباعت؟ لا للاسف انا ما فيش اتصال بيهم، لكن بقول لك الصديق اللي كان جالي وانا وجهته انه يروح يجيب. لان انا عارف في معلومات هناك، فصدمني لما بيقول لي ما فيش حاجه. انا الحقيقه ما عنديش فكره ايه اللي موجود حاليا في هل عدم وجود فريق او دوري ناشئين او مناطق بالقاهره والجيزه والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، هل ده معنى ان المواهب قلت عشان هذه الجزئيه دي، ولا انت شايف من وجهه نظرك المواهب على مستوى اللعبة كلها في إيه؟ لا هو احنا عشان نتكلم في الموضوع ده نمسك من البداية. مين اللي هيشوف الموهبة؟ لازم يبقى مدرب كويس. طب مين اللي مسؤول يدرب ويعلم ويدي دورات للمدرب؟ اتحاد الكورة. طب لو ده ما تمش منتظر يبقى المدرب ومين اللي هيعد المدرب اصلا؟ ما انا بقولك منتظر يبقى المدرب ده ايه؟ لا خبرة ولا نظرة ولا فممكن يختار غلط. كابتن عزت، انا اعرف مدربين اشتغلوا في اتحاد الكوره بيروح يجيبوا الخضار والعيش بيجيبوا الاولاد من المدرسه عشان يمسك، والله العظيم ثلاثه ده حصل، وانا بقولها وانا حزين وقلتها قبل كده اكتر من مره. مدرب مسؤول عن فريق هيلعب في تصفيات كاس عالم بيروح يجيب العيش ويجيبوا الخضار ويجيب الاولاد من المدرسه ويشوفهم عايزين ايه الطلبات، وبعد كده بيبقى قاعد في الاتحاد 24 ساعه. دي النقطه اللي بقول لك عليها، مين اللي بيجيب اعضاء مجلس الاداره؟ جماعه عموميه. لازم الناس تيجي تتحمل المسؤوليه. طيب مين اللي جوال كيبر اللي كانت بتعجبك يا كابتن في ايام كنت؟ والله كان في يعني بتوع النادي الاهلي طبعا معروفين. طبعا. كان في براسكوس في القناه، وكان في خورشيد محله. يا سلام. وكان خورشيد ده كان كمان حارس مرمى المدفعيه، يعني كان معاشرك بقى من سنين. لا ما شاء الله عليه، كان جون محترم. طب هو بعت لك كان في تسجيل صوتي كده برضو ليه كده، احنا بنحاول
عايزين نسعدك زي ما انت سعدت ناس كتير قوي، عايزين نسعدك ونجيب لك كل الناس اللي احنا بنقدر عليها. الحمد لله. اتفضل. فرشي ابو كراتي ازيك؟ ازيك يا ابو كراتي؟ انت فين يا فرشي؟ محدش بيشوفك خالص. انا تحت امرك يا كابتن. احنا يعني جت السيره كده واحنا افتكرنا سلاح المدفعيه والمباريات بتاعه المدفعيه يا ابو كراتي وحارس المرمى العظيم اللي كان بيعزوه هو وزملائه. ففرشي بقى فكرنا بالفرقه دي مين يا فرشي؟ فاكر؟ فاكر يا ابو كراتي. كان سيادتك والمرحوم الاهلي الحمولي، وكان احمد الوزع بتاع الزمالك، وكان الاسلاوي والليسي الترسانة، كانت مجموعه والمشاركه كان فيها واحمد هلال واحمد هلال ومحمود عبده فاكر انت؟ كان في المشاه، كان المدفعيه والمشاه زي الزمالك واهلي. فاكر يا كابتن احنا لعبنا ماتش نهائي في النادي الاهلي؟ ايوه فاكر. وكان في 30,000 متفرج. وسيبنا المشاه 3-2. يعني كان زمن جميل. وكان في ما عندك لعيبه من المحله برضك كتير قوي. كان الكابتن شناوي، محمود عبد الغني ايوه من المحله، وكان في لعيب اسمه سيف من المحله برضه مدفعيه. طب لو سالتك سؤال يا فرشة كده، انت فاكر الجو اللي كنا عايشينه؟ بقول لك يا ابو كمال، الجو كان جميل وكان في انتماء حتى المجندين. أيوة. الانديه كان في انتماء بالنسبه للمجندين حتى ما كانوش بياخدوا ولا مليم. يعني في الجيش ما كناش بناخد ولا مليم، كان في انتماء وانضباط. وبعدين كان في ناس كبار وناس يعني قيادات محترمه. يعني انت من الناس اللي فعلا تاريخك ناصه وتاريخك تاريخ يعني ما يتنساش يا كابتن عزه. الله يخليك يا باشا. ف يعني الزمن ده كان زمن جميل، كان منتخب الجيش يعني كان صالح والدزوي وكان حماده امام والشاذلي، وكان مجموعه جامده جدا. فتره الستينيات كان في نهضه رياضيه خطيره، وامين يسناوي كنت انت، كانت مجموعه جباره. فدلوقتي ما اعرفش يا كابتن يعني رغم ان اتحاد الكوره حاليا بيبذل قصارى جهده، يعني في ظاهره موجوده دلوقتي يا كابتن هاني. ايوه. اتحاد الكوره عامل دوري قطاعات اللي ماسكه اللي هو اسماعيل اليمني الدكتور طه الطوخي. ايوه. عاملين طفره جميله جدا جدا على مستوى البلد. يعني يا كابتن عزت دور القطاعات ده مصر هتستفيد منه في المرحلة اللي جاية تماما. يعني دور القطاعات شغال دلوقتي بقاله خمس بقى 3-4 سنين دلوقتي. ايوه شغال من سنة 93 دوري قوي جدا يا كابتن. يعني في انضباط وتحس ايه اللي هو اسماعيل اليمني وطه الطوخي عاملين مجهود جبار واللي هو حرب. يعني في ايجابيات السنة دي كتير بالنسبة لاتحاد الكورة، حتى لجنة مسابقات بالنسبة للتحكيم عاليين جدا يا كابتن. كابتن عزت، انت اشتغلت في اتحاد الكورة مع اللواء ديب، كنت شايف الفترة دي ازاي؟ شوف، اللواء ديب من الشخصيات اللي يستوجب الناس تحترمه طبعا. وانا لما اشتغلت معاه هناك كان في مشكلة برضك ادارية. ايه هي؟ انا هعمل ايه؟ المدير العام ده ليه مواصفات وليه صلاحيات، هو كان ماسك ايه في الوقت ده؟ مدير عام الاتحاد. مدير عام الاتحاد. فانا الحقيقه بعد ما خلصنا واتفقت دخلت له وانا بعزه اعزاز كبير جدا. الله يرحمه، كان شخصيه جميله. قلت له يا فندم انا مش مدير تنفيذي، انا المساعد بتاعك. يا سلام. واي حاجه هعملها لازم هرجع لك قبل ما اتصرف فيها، لان في مشكله عندنا يا مصطفى انك انت تجيب ناس في مكان يمشي الشغل ما يفكرش في تطويره. انا احكي لك حكايه. عاوز الكرسي. انا لما رحت الاتحاد لقيتهم بيستخدموا ايه؟ تيليكس. حاجه تضحك والله. فطبعا لغينا ده وجبنا الفاكس. طبعا بيستخدموا الاله الطبع. لغينا ده وجبنا الكمبيوتر. فهي عمليه التطوير. الحاجه الثانيه اللي عملتها ويمكن دي كانت سبب بعد كده امشي. يجي لجنه المسابقات عاوزه تبعت للمناطق 24 منطقه جواب، يقعد الولد يا عيني بتاع الفاكس عمال والخط ويبعت. فانا قلت له ما ينفعش الكلام ده. رحت مجمع الفاكسات كلها بتاعه اللجان دي عندي في مركز المعلومات، بحيث وناس تيجي تقعد، بحيث لما اجي واحد هبعت للمنطقه يبقى اربعه بيبعتوا. اختصرت طبعا وقت زي وبقى في سيطره. ما كانش في حاجه. هي عمليه التطوير، يعني ما دام تروح مكان لازم تتطور وتروح للاحدث.
كابتن عزت، احنا خلصنا فقره اولانيه، وقبل ما نخش في قضايا عامه والكلام فيها انا عارف هيوجع ناس كتير جدا، عندنا فقره صور وذكريات، ليها ذكريات هنعرض الصور وحضرتك هتعلق عليها، بس هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. كابتن عزت هنشوف الصور دلوقتي، صور وليها ذكريات، انت بتفكر في ايه، وهناخد منها تعليق كده بسرعه لان عندنا فتره صور كتيره قوي. اتفضل يا محمد. دي ايه صور؟ دي وانا صغير كنت لعيب كوره. ودي برضه دي كانت في حلوان، كان في الجنينه اليابانيه هناك زمان. يا خبر ابيض، مهلبوزه اهو، تمثيل البوزه ورا. اللي بعده دي في الاشبال، وكنا قربنا بقى نطلع الدرجه الاولى. اكيد اللي هيصبحوا ديوك بعد ديوك. كده 16 لاعب تنظروا ملاعب كره القدم بعد شهرين. اللي بعده ده برضك وانا في الاشبال دي. اللي بعده ده الدكتور ممتاز الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا العنوان اللي فوق ده مش مقصود بيه انا، ده كان مقصود بيه سالم. سالم اللي كان بيلعب. بس الصوره جت كده. اللي بعده ده توضيح بس. ده مين اللي كان معاك ده كابتن؟ ده حارس مرمى كان طالع كويس قوي بس ما كملش برضه. دي مجموعه الصور بقى بتاعتي. اللي بعده دي في المدرسه، انا كنت بلعب كل حاجه في المدرسه. فالناظر بقى بيسلمني جوائزه. ما ادكش ظرف كده في حاجه دي؟ ما كانش ايه الحاجات دي. اللي بعده ده النادي الاهلي في الستينيات، كابتن محب وكابتن عبد الصالح، كابتن طارق، وكابتن طلعت عبد الحميد وراه، وانور وانا وجوهري وعادل، وتحت سايس ومروان بس النضار مش معايا. وكان في تحت كابتن ابو غيده وكابتن طه. وطه مين اللي قاعد اول واحده كده فارد جسمه؟ مروان. مروان لا مروان اللي في مروان اللي قاعد هو في الاول. انور صالح تقريبا، ممكن احتمال يكون انور صالح. ومين اللي جنب اللي تحت اللي هو محب يوسف؟ شوقي، مش عارف، شوقي تقريبا، شوقي عبد الشافي. ما عشان ابو هو لازم نعرفه من شوقي. اللي بعده ده كنا في الجزائر اول مباراه نروح نلعب مولوديا هناك. مولوديا خسرنا 3 هناك. كان في محسن بيت تونسي ربنا يرحمه برحمته، الله يرحمه جميعا يا رب، وفي الدكتور محمد، وفي حسين فهمي. اللي بعده دي كانت كليه حربيه، ماتش في كليه حربيه. كليه حربيه. اللي بعده دي ابي شفناها قبل كده. اللي بعده ده كان ماتش اهلي والزمالك، انا كنت بلعب بقى في الظهير، وده عادل هيكل وفي ادب وغيده في الصوره. ده ملعب النادي الاهلي ده. الماتش ده خلص كام؟ نعم، خلص كام الماتش ده؟ تعادل لازم. تعادل. اللي بعده برضك دي في الستينيات، كابتن مروان هو بيترمي اهو. سعيده والنور. دي كان ماتش مع الترسانه، ده كان كابتن خيري وكابتن عزه. وهنا شوف ظهير. ده كان ماتش المنيا، وكنت بلعب جناح شمال. شمال. ده في 3/11/62. اللي بعده ده كل المنتخب العسكري في 63 اللي في اليونان ده. اللي بعده دي 61/62 اعتقد، لما خد الدوري والكاس. ده ماتش اسماعيليه الاخير اللي لعبناه في اسماعيليه، وكان في مشكله، وده الحكم اليوناني ده بقى اللي كان مذكور جاب جول. حسين كابتن شريف مذكور جاب جول وما اتحسبش، وكانت قصه يعني. ده كنا في المانيا واحنا في الهيئه العربيه للتصنيع، الدكتور اشرف ما عجبوش اللبس اللي احنا لابسينه في هيئه العربيه للتصنيع، فعمل لجنه اللي هي قدامك دي، ورحنا عشان نجيب ملابس من هناك. شوف التفكير كان ماشي ازاي يا كابتن. انا ما كملتش معاهم لان كان الدوري هيبتدي وانا ماسك التصنيع، فسبتهم ومشيت. اللي بعده ده بقى ما كبرنا بقى في السن، في عز شبابك اهو. اللي بعده ده في المقاولين العرب، المهندس حسين عثمان ربنا يرحمه برحمته، وانا كنت ماسك مدير الاستاد ساعتها. اللي بعده في المقاولين العرب والكابتن عبد الصالح الوحش. اللي بعده كان في اجتماع هناك فريق المقاولين. فريق المقاولين ده اول ما طلعوا بقى. اول ما طلعوا دي مكرره دي. اللي بعده
ده اللاعب المنحوس او المعادله الصعبه في دنيا الكره عندنا. ده المساء الرياضي اللي بعده اهلي وزمالك. كابتن كان كاتب ملخص لل 4-1 الاهلي والترسانه 0-0، الاهلي والاولمبي 3-1 و4-1، الاهلي ومصر 2-1 وخسرنا 2، الاهلي والسكه الحديد 1-0 وكسبنا 3-1، الاهلي وغزل المحله 3-1 و1-1، الاهلي والقناه 3-1 2-1، الاهلي وطنطا الاهلي 5 و 0 و1 0 1 0 والاهلي واتحاد السويس 0 صفر صفر وواحد صفر واحد صفر. اللي بعده هؤلاء احتفظوا الاهلي بطولة بتاعك الجيل بتاعك. ده الجيل ده العصر الذهبي. هيدوكوتي وضع الخطط السليمة وبروس احسن الادارة. اللي بعده ده اخر اخر ماتش اخر جيل لعبنا 67 كنا بنلعب الزمالك في الاستاد. ده كان الكابتن رفعت الفناجيلي اول واحد. رفعت ومروان ابو غيده وابو غيده وكابتن حميد الله يرحمه والسايس وانا وابراهيم حسين الشربيني طه مصطفى عبد الغالي. مصطفى عبد الغالي لا لاحظ الصوره دي بالالوان ما كانش فيه الوان. الجريده هي اللي لونتها ولا انت اللي لونتها عندك؟ لا لا جبت واحد نقاش. اللي بعده ده كلهم من اللي هو 72 72 قال لك كلهم من اللاعبين المدربين والاداريين. اللي بعده ده ماتش كان السكه الحديد وانا جايب جول فيه. ده اللي بعده ده الماتش الهدف التاريخي اللي هو اللي كان هينزل السويس. اللي بعده شكرا للاولمبي على عرضه الطيب امس امام الاهلي. صلاح سليم يراوغ اللاعبين ثم الحكم ويحرز هدفا براسه. اللي بعده ده ماتش مع اتحاد اسكندريه ده رفعت عطيه وكاتو وكان الجول. وانا كنت شايط الكره فمعلقين عليها. رفعت عطيه كان بيلعب في الزمالك؟ لا لا في الاتحاد الاول. في الاتحاد الاول. دي معلومه جديده برضه. اللي بعده ده ماتش السودان. السودان يعني كده قال لك عزت وسمير وسعيده ابو النور وفؤاد ابو غيده كونوا جدار بشري. اللي بعده ده كان ماتش برضك شربيني رفعت عطيه. شربيني وعزت المباراه ابو جريشه موهوب. هنا رفعت كاتب كلمه عني كانت كويسه موجوده. قال لك عزت اقدر لاعب في مصر يلعب 4-2-4. ده كان نجيب المسكري بكلام رفعت عطيه. كابتن الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. اللي بعده عوده عزت ابو الروس. اللي بعد الاصابه بقى. اللي بعده الاهلي والقناه 3-3. فوق القناه في الشوط الاول وترك الاهلي قناه لتعادل معه. شربيني غطى دفاع الاهلي بجداره. اللي بعده اخيرا انفك النحس. انفك النحس ابو الروس. دي اخر صوره يا شباب. طيب دي الصور الذكريات بتفكرك طبعا بقى بتفكرني اني كنت بلعب كوره. لا وبنقول للناس اهو كابتن عز كان بسم الله ما شاء الله. هخش بقى ايه في فقره تانية اسمها قضايا عامه. قضايا عامه دي محتاجه ايه رد سريع لان قضايا كتير قوي. شايف الكوره المصريه ازاي دلوقتي يا كابتن؟ زي ما قلت بصحه. انت بتتابع الدوري العام؟ والله بتابع النادي الاهلي وما بيلعب فرقه قويه. يعني ما يلعب الزمالك يلعب الاسماعيلي انما غير كده ما لكن لا. طيب انا معايا تقرير صوتي دلوقتي للكابتن ميمي عبد الحميد رحمه الله عليه. الله يرحمه. هنسمع الكابتن ميمي قال ايه ونرجع نتكلم نكمل ال ازاي؟ الحمد لله بقالي مده ما شفتكش يا منير. والله اخبارك ايه؟ يعني اذاعه الشباب والرياضه جمعتنا الحمد لله. ده فرصه سعيده. انا اسعد والله. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كل شيء. من فتره كده كنا بنتكلم مع الكابتن عبد الصالح. ورجعنا لفرقه التلامذه. ايوه كنت متفكر وقلت اعلم ان ميمي تولى العمليه كمدرب اساسي مش مساعد. ايوه كنت فاكر الفتره دي طبعا. طبعا استاذنا كبير عبد الصالح هو اللي كان واضع استراتيجيه تجديد فريق النادي الاهلي. فكرنا بيها كده. طبعا الاستاذ عبده كان احنا طلبه في كليه عدينا ككوادر وكل واحد كان ليه دور. فكنا ماسكين فرق تحت 12 سنه اللي هو عملها اول مدرسه. وبعدين لما جت الظروف والنكسه جت كان هو اعير خارج مصر
فجات الظروف ان انا توليت القياده، كان ليا شرف القياده من بعد منه في قياده المجموعه اللي كان فيها الخطيب والمجموعه بتاعت حسن حمدي وهاني مصطفى والاخر، وتم الاحلال طبيعي. ايوه. الو؟ ايوه. انت سبت سنه كام يا مين؟ ها؟ سبت الفريق سنه كام؟ انا الاستاذ عبده انا رحت المانيا. جيت من المانيا، انا كنت بساعده في الفريق الاول قبل ما امشي وبدرب فرق تحت 14 سنه. رحت المانيا وجي كان هو اعير الى ليبيا كخبير، فكان لي شرف ان انا اقود المجموعه واطبق نفس البرامج اللي كان واضحها. ايوه. استاذنا الكبير استاذ عبده صالح، وانتجت باذن الله، وجا الظروف ان اعتزل طبعا واحد من المعتزلين وانا نفس الحكايه، فاعتزل المجموعه بتاعتنا، ما بقاش الا اثنين بس من اللاعبين الكبار. اذكر كابتن ميمي الشربيني وكابتن طارق سليم اللي كان ليه فضل كبير في قياده الاولاد الصغيرين دول. تمام. واستمر البرنامج بتاعهم، اخذت سنه بعد الاستاذ عبده، وبعدين جه ديكوتي استلم الرايه وانا عرت الى المملكه العربيه السعوديه، وفضلت الفرقه تخدم النادي 10 سنين بفضل التخطيط طويل المدى لوضع الاستاذ عبد الله. الحمد لله. الله يرحمه الكابتن ميمي عبد الحميد، انا كنت معاه بعد ما رجع من المانيا وطلعت معاه فتره، وبعد كده هو مشي وجه الكابتن محمد عبد الصالح الوحش كان في ليبيا، وانا كنت بلعب مع النادي الاهلي لما سافرنا ليبيا. ما اشوف بقى كابتن عبد الصالح الوحش بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه الله يرحمه ويحسن اليه. لعبت في ليبيا هفطيمين مع الفريق الاول، اهلي بنغازي واهلي طرابلس، وربنا اكرمني وعملت مباراتين هفطيمين كويسين، وخلاص بقى انا عادي. ورجعنا من هناك لقيت كابتن عبد الصالح رجع تولى المسؤوليه فتره، واول ما رجع لهم انا عايز الولد الطويل اللي كان اللي لابس مش عارف كام في الله، لقيت الله يرحمه كمال عبد العال. الله يرحمه. جالي بالليل الساعه 11 قال لي بكره الصبحيه هو كابتن عبده طالب انك تيجي معايا تبات النهارده عشان اودي لك الصبح. قلت له لا اجي لك بكره، ورحت علنا كده قدام اللعيبه كلها، وكان محمود عبد الحي وشريف مدكور وابراهيم عبد الصمد وكل النجوم اللي انت عارفها دي. قال لي بص انت اساسي، هتلعب اساسي ومش عاوزك تتكش من اي حاجه. قدها قلت له قدها. من ساعتها يا كابتن كان بيدي ثقه. كان ليه رؤيه ما شاء الله عليه. والله. طيب الفار انت شايفه ظالم ولا مظلوم؟ ده مش ظالم ومظلوم. انا امبارح وقعدت بتاع اربع خمس دقايق عشان ياخدوا قرار. ده ايه المصيبه دي؟ حاجة صعبة. لا لا حاجة صعبة جدا. طب واللي طلع يشوف الفار بره لقى الشاشة بايظة. لا الله أعلم إيه اللي واللي هاف تايم توقف 25 دقيقة. منظومة عاوزة فاشلة. أنت عارف كان في زمان إعلان يقول لك انسب حمامك القديم. انسب حمامك. ما هو عاوز يتنسب بصراحة كابتن. طيب أنت شايف الروح المعنوية أو روح الفانيلا دي بتساعد على المكسب؟ ده تربية. تربية. الروح دي إيه؟ ده أنت بتتربى على إنك يعني ما بتكلم حته اللعيب بيقول لعيب جاد. يعني ايه لعيب جاد؟ لا ده روحه عاليه. لا لعيب يعني بيحب زمايله، بيقاتل في الملعب مهما كانت النتيجه والظروف، ما يتحججش بحكم وغيره. هي دي الروح اللي تعودنا عليها في النادي الاهلي. يعني لما يكون عندك اللعيبه عندك عندها روح عاليه قتاليه وعندك جمهور زي جمهور النادي الاهلي ده، تكسر اللي يمنعك انك ما تكسبش. لا تكسب وانت مستريح كمان. طب انا معايا تقرير للعيب كان حبيبك قوي في الملعب وكان ستوبر وكانت اعصابه بارده جدا في الملعب، كابتن سعيد ابو النور. ياه ده سعيد ده من الناس الحلوين قوي اللي قلبه ابيض. هو بعد ما بطل قعد في هولندا. قعد في هولندا. في هولندا. نسمع كابتن سعيد هيقول ايه ونرجع تاني لحضرتك. نقول الحمد لله على السلامه. انت قاعد معانا قد ايه باذن الله؟ لا ماشي يوم 8 ان شاء الله، 8 يونيو باذن الله. 8 يونيو يعني قاعد معانا شويه برضك اهو، نستمتع بيك يا سعيد. الله يخليك حبيبي. وحشنا كتير، بقالك مده ما شفناكش. والله انت اللي وحشنا يا كابتن. ودايما الناس بتسال عليك وتشكرك بكل خير. الله يخليك يا عزيز. ده دي فرصه سعيد بقى كده ترجعنا لفتره الستينات. فتره الستينات دي فتره طويله طبعا، في اهم نقطه كنت احب اقولها بمناسبه
قيادتك للحته اللي هي بتاعه الاداره باينه كتيك قوي يا عزت. والحقيقه يعني احب اقولها واحب المستمعين يسمعوها، لان كنت في يوم من الايام كنا في معسكر وكانت حته الاداره باينه عندك قوي فيها، لدرجه ان كان ادوك مسؤوليه اداره المعسكر وانت بتلعب. يعني ما اعرفش الموهبه دي كانت باينه قوي عندك. مدرسه فيكتوريا اظن، هنقول بقى مدرسه فيكتوريا. وبعدين انا فاكر قوي لما كنت معاك في الاوضه واحنا لامين في المعسكر، كنت تقعد تحسب لي النفر هيقعد ب 64 قرش ثلاث قرار. اقول لك يا كابتن عزت طب بحبحها شويه، تقول لي هي كده الصبح 5 ساعة فول وجبنه ومش عارف ايه، وبعد الظهر 200 جرام لحمه وشويه خضار وبالليل مش عارف ايه. كان اللعيب بيتكلف وجبه غذائيه على ايامنا 64 قرش ونص، يعني مع الفرق بقى في الوقت الاول يعني فرق شاسع قوي. ربنا يعودها. عايز اقول الحته الاداريه كانت عندك واضحه قوي يا كابتن عزت من زمان يعني. الحمد لله يا سعيد. وفاكر موضوع اللحمه لما قالوا قلت لحمتي ما هو كل انت كل الحته اللي عندك كنت عايز توفر للنادي يا كابتن عزت. يعني نقول لك ده خليك يا سعيد، احنا جينا فوجئنا كده اللعيبه كلها بتشتكي ان كميه اللحمه قليله. ايوه. فاللي هو على زيور يوميها قال لك طب عزت يقوم يشرف على المطبخ. ايوه. فجبت عم عبد البقاله الله يرحمه ويمسيه بقى بالخير، رحنا للجزار فكل واحد مثلا بياخد له ربع كيلو، فاحنا 30 المفروض بقى 30 على ربع يبقى كذا، لقيته بيطلبها بالظبط كده. ايوه. قلت له طب ما عشان كده احنا ما بنلاقيش اللحمه بتاعنا. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني في خمسه جوه في المطبخ بيطبخوا هياكلوا من عندنا. فجبناهم زي اللعيبه ومن ساعتها ما حدش اشتكى. انا عايز اقول الحته كمان من ناحيه الاداره عزت، الحقيقه يعني الحته دي كان عندك اللي ما اعرفش كان عندك انت هوايه ولا جايه من انك انت كنت راجل عسكري. والعسكرية كان مديك حته الانضباط والحسابات، وبعدين نقول على السلوك كمان، السلوك العام عايزه تعيه مش عايزه يعني الواحد مش عايز يقول على الملأ انك انسان يعني فوق السحاب زي ما بيقولوا. والله المجموعه كلها الحقيقه انضباطا واخلاقا وكل شيء والله يعني. يعني شوف حتى وانتوا لعيبه بتفكروا مفيش مشكله في اللحمه خالص، مفيش مشكله يعني انتوا ناس تقولوا للناس يعني ما تشتروش لحمه بعد كده. اللي بيحصل دلوقتي اهو احنا اهو بنشوف بتقولوا من امتى. طيب كابتن عزت عندي كام سؤال سريع قوي كده. بس دي واحده مصطفى بالمناسبه السعيد بردك في حاجه احب اقول عليها. لقيت مرة جه قال لي احنا عاوزين نعمل تكريم للكابتن عبد الصالح الوحش. انتوا كلاعبين بقى لا كنا بطلنا. كنت بطلت ده الكلام ده مجموعة بقى 2004. ياه. فقلت له يا سعيد ما ينفعش، انا اقرب اليه منك. لا لوحده هتلاقي قيل وقال ومش هنخلص. فاقترحت عليه اقتراح واقتراع جميل وعملناه. جبنا كل الرؤساء اللي حضرونا كلاعيبة، رؤساء النادي الاهلي وجبنا المديرين الكوره والمدربين والاطباء، وعملنا حفله في النادي كانت منتهى الجمال، وقدمنا لهم بعض الهدايا الرمزيه. شوف الاخلاص وشوف التفاني في الشغل. طب لو سالتك دلوقتي وقلت لك انت استفدت ايه من النادي الاهلي او اتعلمت ايه في النادي الاهلي؟ تعلمنا الحب والاحترام وانك تبذل اقصى جهد عشان تؤدي العمل بتاعك. يعني دي اهم الحاجات اللي اتعلمناها من النادي الاهلي. طيب احنا وصلنا لفقره دلوقتي اسمها الجمهور. الجمهور هنشوف الجمهور عاوز يقول ايه للكابتن عزت وبعدين نرجع تاني، بس هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري. اهلا بحضراتكم في الفصل الاخير من حلقه الليله من المجري مع كابتن عزت ابو الروس. انا مش عاوز اقول لكم قمه السعاده اللي فيا معايا واللي انا حاسس بيها، والشغل اللي احنا جبناه ده وعرضناه على حضراتكم اكيد انتوا هتتبسطوا جدا من الحلقه دي. كابتن عزت انت كانت علاقتك ايه بالجمهور؟ طيبه الحمد لله. كويس. ما كان فيه هتافات ليك معينه مع الجمهور؟ لا لا خالص. لا الحمد لله. طب هنسمع الجمهور هيقول ايه للكابتن عزت ونرجع تاني.
كابتن عزة أبو الروس من الكباتن اللي لعبت في النادي الأهلي في الستينات مع عمالقة وأساطير كرة القدم في النادي الأهلي، كان بيلعب مدافع وكان له مكانة قوية جدا في الفريق أيام الشيخ طه وهشام سليم، كابتن هشام سليم، وناس كبيرة قوي في النادي، وكان من يتميز بالخلق الحسن والرجولة في الملعب، ويعني هنتكلم عليه أساطير كتيرة قوي مش هنقدر نديله حقه. والله هو الكابتن عزت من الأسماء الجميلة اللي الواحد يتذكرها في النادي الأهلي، وكان في الوقت ده كان في أسماء الواحد أول ما يسمعها يحس إن الأهلي هيفوز بالمباراة، من ضمنهم الكابتن عزت كان مالي مركزه في الدفاع وساعات بيلعب في خط النص، فمن الأسماء الجميلة اللي احنا حققنا معها بطولات كتيرة في فترة اللعب بتاعته، ونتمنى من الكابتن عزت إنه يعني نسمع عنه كل خير ونشوفه في البرامج الرياضية أو في تدريب الشباب أو اكتشاف مواهب، وبنتمنى له كل التوفيق. انا فاكر الكابتن عزت ابو الروس ان هو كان من المدافعين الطيبين الممتازين، وفاكر ان هو كان مخلص للنادي الاهلي، وفاكر ان هو كان بيحترم نفسه وكان راجل جد وكان راجل مخلص، ويا ريت اللعيبه اللي في حاليين يقتدوا بالكابتن عزت ابو الروس. كابتن عزت ابو الروس وكان بيلعب في الدفاع، وكان أستاذ، يعني كان أستاذ في اللعب، وكان كل الناس بتحبه، يعني سمعته بسم الله ما شاء الله يعني كانت عظيمة. يعني كابتن عزت أبو الروس كان بيلعب باك، ويعتبر من الجيل الذهبي اللي أمتع جماهير النادي الأهلي، وكان معروف عنه أنه كان شخصية قوية، إنما هو كان فيه يتسم بالحزم، إنما في نفس الوقت كان اجتماعي رائع، وما زال لغاية دلوقتي السمة الغالبة عليه اجتماعيته وتواضعه وأخلاقه الجميلة لغاية دلوقتي. كابتن عزت أبو الروس ده من الكباتن اللي لهم مكانة في الذاكرة بتاعتنا من زمان جدا، وكان كابتن يعني يعتبر كابتن مصري، يعني مش كابتن مش قليل، وهو على ما أتذكر كان مدافع، وكمان كان الكابتن الخطيب كرمه تقريبا أكتر من مرة، ويعني نتمنى يبقى فيه نفس النماذج دي موجودة في مصر. كان مدير كرة في النادي الأهلي، وكان لعيب باك، كان كويس قوي، كان يعني مشهور قوي، وكان أخلاقه عالية جدا، من اللعيبة الممتازة الحقيقة اللي ليها اسم وليها سمعة ممتازة في النادي، كلنا بنحبه. يعني كابتن عزت تقول ايه للجمهور اللي فاكر الكابتن عزت اللي بيعمل حاجه صح بتفضل موجوده؟ اقول لهم شكرا على حسن ظنكم بيا، واتمنى من الله ان يوفق الجميع باذن الله ان شاء الله. الجمهور ادالك حقك جدا. الفقره الثانيه عندنا الجمهور عاوز حقه منك، فهسالك وانت تجاوب. ماشي، جاهز؟ جاهز. اتفضل يا محمد. اقول الكابتن عزت في ظل التفوق المغربي في كاس العالم اللي احنا شاهدناه، وان المغرب استطاعت انها تثبت نفسها بجداره في كاس العالم، ايه الروشته اللي ممكن تحطها لمنتخب مصر علشان نلاقيه بيلعب في كاس العالم بنفس الدرجه اللي المغرب وصلت لها؟ هو طبعا قبل ما اقول الروشتة للمنتخب، احنا نقول روشتة للأندية. طبعا هي دي النظام ككل. اتحاد الكورة هو المنوط بهذه العملية وهو المسؤول، والمفروض اللي ما يقدرش يحقق هدف يقول لنا متشكرين ويروح ويتوكل ويجي حد تاني يفهم يدير اللعبة. دول عندهم الشجاعة يعملوا كده؟ طبعا الأساس دول عندهم الشجاعة يعملوا كده؟ ما كانش كده المفروض القانون يعمل كده. اللي بعده انا بقول له بس يا كابتن عزت انت ليه مختفي في البرامج؟ يعني انت راجل عملت يعني في الاهلي انجازات وانت مدير كوره، ومفروض الانجازات دي انت ظهر الان، فكنا عايزينك انت يا اما في الميديا شويه يا اما في جهاز الكوره شويه، كنا عايزين يكون نشاطك اكبر من دلوقتي. يعني مختفي انت يا كابتن؟ هو شوف انا طول عمري
انت ما تلاقيليش صوره مثلا مع الدرع بتاع الدوري. طب ايه ده انت ليه؟ انت خجول؟ لا مش حكايه خجول، ولا انت بتحب كده انا احب الشغل فقط، واحب النتيجه بتاعت الشغل هي اللي تقول، هي اللي تقول. اللي بعده انا بس بساله سؤال، بقول له مين اقوى مدير كره شايفه حاليا؟ حلو، مين اقوى مدير كره ماسك دلوقتي؟ هو انا صعب ان اجاوب على الاسئله دي، لكن من المظهر اللي بنشوفه نقول النادي الاهلي متفوق. النادي الاهلي لان المنظومه طبعا. اللي بعده نفسنا دايما ان احنا نشوف في النادي الاهلي هو فين من النادي حاليا. احنا نتمنى ان احنا نستعين بخبراته في النادي في كافه المجالات. هو انا الحقيقه انا بروح يوم الجمعه فقط، بس عشان تصلي الجمعه. بروح اصلي الجمعه واشوف الناس القدام بس بزياده كده. مش ما بتروحش فرقه الشمس ولا في اي لا حاجه؟ لا خلاص بقى مصطفى، خلاص لا مع السن بقى ربنا يديك العمر والصحه. اللي بعده احب طبعا اساله اقول له انت شايف حضرتك مين من الجيل اللي موجود دلوقتي في فرقه النادي الاهلي وفي المنتخب؟ يعني هو سؤال بشقين، الاهلي والمنتخب، انت بتشوف نفسك فيه؟ لا ان هذا الناس من لا ما شاء الله يعني في حته ثانيه. لا مش حته ثانيه، انت شايف مين اللي هو في مكان الكابتن عزت وكان بيلعب باسلوبك وبحماسك؟ والله في لعيبه كتير يا مصطفى، في لعيبه كتير بتلعب بقلبها وجهدها وبتبذل اقصى ما يمكن عندها. يعني انت مش شايف حد؟ لا كلهم ما شاء الله عليك. كلهم ده تواضع منك. اللي بعده اللي بوجهه للكابتن عزت ابو الروس، ان هو كان ماسك قطاع الناشئين قبل كده، فانا ما اعرفش ايه راي حضرتك او نظرتك لقطاع الناشئين في الوقت الحالي، يعني يهمنا نسمع رأي حضرتك. هو طبعا قطاع الناشئين هو المصدر اللي بيفرخ، على قد ما بيطلع تقدر تحكم على الناشئين على القطاع يعني. كابتن عزت احنا وصلنا لآخر فقرة، هي المفروض يبقى بنسألك بنقول لك لو انت بكون قاعد متضايق تعبان عندك مشكلة عاوز تحلها، هل في صديق معين انت بتخش بتكلمه على التليفون او هو بيكلمك بتصدق يكلمك؟ شوف هو طبعا مع السن بتاعنا ما بتوصلش لمرحله انك انت تقعد عشان يبقى في عليك ضغوط، ما ينفعش انت يجي لك تليفونات عشان تحل لكن مع الاسره مع اخواتي كلهم نتكلم مع بعض. اخبار محمد ايه؟ انا بقالي فتره ما شاء الله كويس الحمد لله ما شاء الله. صح احنا وصلنا لاخر فقره، واخر فقره هي لما اقول للكابتن عزت انت مين؟ اسمك الثلاثي ايه؟ اسرتك اللي انت عايش معاها دلوقتي مين؟ هوايتك ايه؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ بتسمع ايه؟ انت مين؟ انا الاسم عز الدين سيد احمد علي ابو الروس، ده الاسم كويس. الشهره عزت ابو الروس كويس. مواليد 37، متجوز وفاء محمد عيد، زوجتي ربت بيت، نعم، عندي بنتين داليا ومروه. من ناحيه الاكل لا ما لسه، بس احنا لسه عايزين نشوف على المدام عن مدام وفاء عامله لك رساله كده، ما احنا سجلنا من وراك عشان نعمل لك مفاجاه. مدام وفاء ست فضيله وست كريمه جدا، شوف هتقول لك ايه. يعني كان عندي ظروف في البيت، فصاحبه اختي قالت لها ده يعني عندي ليها عريس وكده، قالت لها عندك قولي لها احنا زهقنا منها مش ما بترضاش يعني، فقالت لها لا سيبها لي، فجت قالت لي، فقلت لها لا مش المهم، قلت لهم طيب، وقلت طيب يعني انا هطفشه يعني. فحطيت مكياج جامد وسرحت شعري، عمره ما بيليق عليا التسريحه دي، وانا تعمدت ان انا اعملها ورحت، بس ساعه ما شفته قلت انا ليه عملت في نفسي كده عشان عجبني. فطلع حظي حلو ان هو كان انا الشمس كانت في وشه وكان قاعد قصادي، الشمس في وشه فما شافنيش كويس. فبعد ما روحنا قلت يلا مش مشكله يعني، فلقيته بقى اختي بتقول لي لا ده عايز يشوفك تاني وكده، فرحت طبعا. لا اثناء الماتشات بيبقى عايز يقعد لوحده، لان ممكن او بيقعد يكلم نفسه ويزعق وانت ليه عملت كده كده يعني، فاحنا بنقفل عليه الباب وخلاص. انه لكن لما في جون بيجي بنفتح ونهيص
ويعني بيبقى يوم ما يعلم بيه الا ربنا، لكن الحمد لله لما الاهلي بيكسب بيبقى يوم حلو، بس بيبقى الحظ وحش يعني لو لعبه وحش او ما كسبوش، دي بتبقى البيت نكد يعني. هو كان مدير كوره رائع، ما كانش فيه اي صغيره وكبيره كانت بتفوته، لدرجه انه كان عنده نوت كتير. فانا افتكر داليا بنتي وهي صغيره ما فيش بتاع سنتين كانت تقعد تقلده، وكانت تنادي على الشغاله تقول لها هات النوته الزرق، لان هو كل نوته لون وكل نوته ليها حاجه. فكان منظم جدا في شغله الحقيقه. احب اقول له ربنا يخليك لينا وربنا يديك طول العمر والصحه، ونحب نشوفه دايما سعيد، وهو البيت يعني الحقيقه من غيره بيبقى ساكت يعني، فربنا يخليه لينا يعني. هتقول ايه المدام وفاء اللي تعبت معاك وما كانتش بتشوفك خالص في السفريات وهنا وهنا في الماتشات والكلام ده كله؟ اقول لها انت عملت مجهود كبير لو جدا. انت بص لها كده في الكاميرا كده. انت عملت مجهود كبير جدا في تربيه الاولاد وفي سعادنا كلنا. ربنا يديك الصحه والعافيه ويديم عليك كل خير وسعاده باذن الله. ربنا يخليها لكم ويخليك ليهم وتشوف ولادك في احسن صوره واحسن صحه. الله يخليك. طيب احنا بعد مدام وفاء عندنا داليا. داليا دي اللي هي الكبيره اللي هي اول العنقود. نسمع داليا هتقول ايه ونرجع تاني نشوف مروه بعديها. بابي يعني احنا في حاجات كتيره بيننا وبين بعض مشتركه. طبعا اكتر حاجه ما بنفهمش، عمري ما كنت بفهمها كره القدم وتشيز هي الاساس، بس بشجع اكيد، لكن ما تفاصيل وافهم ماليش فيها. اذا ناس احنا حاجات يعني لينا اهتمامات كتيره زي بعض، لما بنسافر لينا حاجات كتيره بنعملها زي بعض، العاب كتيره زي بعض. شدينا على حاجه تضحك، عمر ما حد يتخيل انه ممكن اب وبنته يشدوا على حاجه زي كده. بابي بالنسبه له مقدس يوم الجمعه يروح يصلي في النادي، وزي ما انت شايفه احنا نسبيا مكاننا بعيد شويه، فسواء كان اجازه فانا شايفه انه طبيعي بابي مش هيسوق انا هنزل اوصله. احنا كان يومها صحيت الصبح وقعدت استنيت وصحي لاني صحي انت رايحه فين، هنزل هوصلك يا بابي وبعدين ارجع اخدك. كانت خناقه، احنا قعدنا يعني مثلا بتاع 10 دقائق ربع ساعه بنشد مع بعض، لا مش هتنزلي ليه تتعبي نفسك وتنزلي، ليه انت يا بابي تتعب نفسك وتسوق. يعني دي انسيدنت مثلا فيري ريسنتلي، بس يعني عمر حد يتخيل ان ممكن يبقى دي حاجه سبب خناقه يعني. يعني اي حاجه الاهلي فيها بتبقى بالنسبه له حاجه مين، وما حدش بيتكلم واحنا قاعدين فاضيين في ماتش النهارده، سواء كانت كره قدم ولا باسكت ولا فولي ولا وات ايفر، هو قاعد بيشجع الاهلي بكل احساسه وجوارحه. طبعا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا يا رب الاهلي يكسب، عشان لو ما كسبش الموضوع بيبقى نكد بس، ولو كسب وبيلعب نص نص برده هيبقى الموضوع مش احسن حاجه في الدنيا. فبابي بيبقى حماسه للنادي الاهلي كوره باسكت فولي هاندبول هو حماس 100%. بابي الامبريشن الاولاني اي حد هياخده عنه انه شخص جدي جدا وصارم جدا، ما فيش ابتسامه والموضوع very strict. بابي on the other side هو دي موجوده، بس من جوه هو طيب جدا وحبوب ولطيف وبنضحك وبنهرج وبنناقش في بعض طول النهار، بس في لحظه ممكن تيجي اللي هو الجد ده هيظهر وهيبان. انت فاكر داليا دي كانت بتيجي وهي صغيرين كده في النادي؟ في النادي. ربنا يخليهم عمر. هتقول ايه لداليا؟ اقول لها يعني انت واختك ومامتك نور عينيا. يا سلام، ربنا يكرمها ويسعدها. ربنا يخليهم لك يا رب ويخليك ليهم وتبقوا في سعاده اكتر واكتر واكتر. الحمد لله. نشوف مروه بقى كمان عاوزه تقول لك ايه. دي كويره. دي كويره بقى، دي بقى بتاعت الخطط معاها. واحنا في البيت بنقول له يا كابتن، يعني مش بابا. هو طبعا بابا له احترام وكل حاجه، بس هو يعني من كتر ما هو يعني حابب الكوره وحببنا انا شخصيا فيها، فانا فاللقب الرسمي بتاعه في البيت وفي العيله يا كابتن، فهو صاحبنا يعني مش بابانا، هو يعني المرجع الاساسي للاستشاره. اي حد الدنيا بتزرجن في حاجه لازم يعني هو الجايد بتاعنا، هو المرجع بتاعنا. هو في يعني في مواقف كتير، فيعني انا افتكر في فتره كنت بعد ايه ما بين ما خلصت الثانويه العامه والجامعه، وكان يعني في شويه لخبطه كده، بس هو يعني راح يعني من الحاجات اللي ما انساهاش ان هو شجعني، قال لي يعني ما هو دراسه وشغل كده كده انت هتشتغلي، فاتكلي على الله واشتغلي. اللي بيحصل ان انا بقعد افتي،
يعني فانا بتعامل ان انا في دكتوراه في الكوره، فبقعد افتي حاجه انذار وهي مش انذار، حاجه فاول وهي مش فاول، وبصر على رايي، وفي الاخر يعني ايه اطلع ان انا مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، بس هو يعني بيفهمني بعد كده ان دي مش انذار ليه يعني. يعني بحاول اخلي بالي، بس ما فيش فايده برضو، ايه لازم تطلع مني حاجات. اجلوا طلباتكم، ما حدش يجي يكلمه، انما طبعا ده في حاله الخساره، بس لو كسب بقى اللي عايز حاجه يروح يطلبها منه، يعني بيبقى سعيد وفرحان، بالذات لما بيشوف اداء حلو، بيحس ان في يعني في فرقه جامده موجوده. هو في ناس يعني ككابتن او كليدر او قائد، هو في ناس كتير حتى افتكر من يعني من اصدقائه او من قرايبنا او كده، يعني دايما يرجعوا له في حاجات، طب انت مثلا الموقف ده ممكن يحصل فيه ايه، طب نعمل فيه ايه. ويعني انا بالذات انا كمان دلوقتي بابايا هو يعني كبير اخواته يعني عمامي وعماتي وكده، فهم على طول يعني ايه يجوا يتصرفوا في حاجه لازم يعني يرجعوا له ياخدوا رايه الاول. وكتير يعني ناس كتير، مش يعني مش بس قرايبنا، حتى يعني اصحابنا وكده، في ناس كتير جدا بترجع له، لان هو يعني في حكمه. ما تعمل مروه اعمل لها لائحه زي بتعملها لنا، عشان لو غلطت ولا حاجه تتخصم منها، ربنا يخليهم لك. هتقول ايه بقى لاسرتك كلها؟ انت عندك احفاد؟ لا. ما لسه؟ لا لا. فاقول لهم يعني انتوا حياتي. نعم. وكل اللي اتمناه ان ربنا يسعدكم دايما ويديكم الصحه والعافيه. ربنا يخليك ليهم ويخلي مامتهم ويخليهم لك، وتشوف ولاد ولاد ولادهم يا رب. الله يخليك يا مصطفى. كابتن عزت، انت بتحب الاكل؟ لا انا اي اكل اكله. اي اكل؟ مفيش اكله معينه انت بتحبها؟ كنت زمان احب المسقعه. مسقعه؟ وانت ايه لما كبرت ما بتحب؟ لا يعني خلاص يعني ما بقاش يعني اساسيه يعني. بتحب تخش المطبخ؟ بتعمل ايه بقى؟ اكل. بتاكل؟ ما بتعرفش تطبخ؟ ما بتعملش اي حاجه خالص؟ ولا شاي ولا؟ لا انا عندي مراتي وداليا بروفيشنال. ما انت هتقول لي، ما انا عارف القصه دي كلها. بروفيشنال يعني ما فيش اكله معانا غير المسقعه بس. طيب لو قلت لك هوايتك ايه غير كره القدم؟ بتعمل ايه غير بتتفرج على ماتشات؟ شوف انا بتفرج دلوقتي طبعا صلاح الدوري الانجليزي، ليفربول، ولو انهم في حاله يرثى لها، لكن اتعادلوا في الاخر برضك، لا مش كويسين. معاك انا بقى، انا بتفرج عليهم عشان استمتع بالصلاح. مو صلاح، ما شاء الله عليه وربنا يكرمه. اتفرج بقى على الاهلي في كل الالعاب اللي بيلعبها والتي تذاع. طب اللقطات دي يا كابتن احنا جبناها كده وانت مش واخد بالك الكاميرا صورتك. انا غاوي برضك الجنينه، انزل ارش انضف. انت ما كفكش انك تقص النجيله بتاعت الملعب تجيب رايح عشان عندك برضو كده. بتسلي وقتك. دي هوايه. بتسلي وقتك. ما بتحبش الصيد؟ ما بتحبش الصيد السمك؟ لا لا ما جاتش فرصه خالص يعني. بس انا شايف ده هنا دوت، انا رايح اشوف الكلور بتاع الحوض السباحه نسبته ايه. انت دقيق قوي في كل حاجه. طب ايه هوايتك تاني غير الـ غير الـ غير الكوره او غير تتفرج على الماتشات؟ ساعات اتفرج على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده. غاوي كلاب وقطط وبتاع الكلام ده؟ انا الكلاب هي اللي بتسليني في يا سلام. حاجه يطمر يعني في الكلاب عن البني ادمين. لا وفاء نادر. ادي هنا صوره هي جبنا لك. ده انا كنت مسافر 10 ايام، شوف مره ماسكاها على السلم هيجري منها. عشان عرف ان انا قاعد تحت. يا سلام يا سلام. مش عارف يعمل ايه. شوف. كلاب عندها اخلاص. لا 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 ونبي ذكاء. طبعا زكاء. طبعا مش عارف يا مصطفى، مره كنت في الجنينه وبصلي، وبمجرد ما سجدت كان هو يقعد بعيد، سجدت جه جري فاكرني وقعت. لا اله الا الله. واشوف الاستقبال. انت مربي كلب بس واحد عندك في البيت؟ ها. لا لكي وفي بيلا. ببيلا كمان. دي مراته بقى؟ لا بنته. بنته. لا هم قاعدين معانا جوه مش عصر. لا 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 ما نقدرش نسيبهم في البرد والحر ده. لا يا سلام. شوف الكلب بيعمل ايه. طيب ليك في السوشيال ميديا؟ لا مش كتير. مش كتير. انا دوبك ايه على الواتساب بيجي لي بتاع 150 في اليوم. انت شايف ان السوشيال ميديا بوظت الدنيا كلها؟
هي زيها زي اي حاجه، سلاح ذو حدين. نعم. اذا احسنت استخدامه هيفيدك، ما احسنتش هيضرك للاسف. نعم. بتحب الاغاني الطرب القديم والطرب الجديد؟ شوف طبعا الفتره القريبه دي ما فيش يعني مش كتير قبل. نعم. كده كان في ام كلثوم، في ماجده الرومي، في فيروز، يعني الحاجات دي. بتحب بقى بدل فيروز وماجده الرومي بتحب الاوبرا؟ سوبرانو. سوبرانو انا من فتره قصيره بقلب كده لقيت مصر هي امي، العنوان بتاعها واحده. نشوف ايه ده، انا فوجئت وعجبتني لدرجه ان كل ما بمر والاقيها ان شاء الله الاقيها ثلاث اربع مرات اشغلها، لان سابت معك اثر بقى. لا اغنيه بتدعو الى حب مصر وكرم مصر، وتدعو الناس انها تيجي تزور مصر، واللي ما زارش مصر فاتوا نص عمره، في احلى من كده ايه؟ والله وحياه ربنا. طب نسمعها؟ يعني انا هسمعها لك. يعني هنا يا سوبرانا فاطمه سعيد. فاطمه سعيد. احنا ما عملناها لك مفاجاه وانك هتسمعها. يا ريت. نيلها هو دمي، شمسها في صنالي، شكلها في ملامحي، وان كان لوني قمحي، ده من فضل مصر. مصر 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 مصر، ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ولا ورد بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا 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 ده شيء مالوش حصر. اوبن انفيتيشن، روحوا زوروا مصر، وانتوا بتعذروني لما اقول يا مصر. التاريخ في مصر، والحرم في مصر، والكرم في مصر، فاتك نص عمرك يا اللي ما شفت مصر. ده التاريخ في مصر، والحرم في مصر، والكرم في مصر، والحلوين في مصر، والجدعان في مصر، والدنيا عصايا ارقص رقص مصر. يا سلام. فاطمه سعيد بنت دكتور احمد سعيد، كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي. لا لا اغنيه ايام محمود ده، اغنيه لخصت كل حاجه عن مصر. الحمد لله، يعني مصر الجدعانه، مصر الخير، اللي ما شافش مصر فعلا. شدتني جدا. لا لا ليك حق يا كابتن عزت. الحمد لله ليك حق والله. كابتن عزت احنا حلقتنا خلصت. الحمد لله استمتعنا معاك، واكيد الساده المشاهدين هيستمتعوا استمتاع غير عادي، لان انا عارف لان في اهلاويه بيتفرجوا على شاشه قناتنا الاهلي، قنوات كتير يحبوا يعرفوا تاريخ النادي الاهلي. اظن احنا مهما اتكلمنا ومهما قلنا مش هنقول يعني اكتر من، ممكن تقال اكتر من كده، بس ده اللي حصل معانا في الفتره دي، او اللي احنا قدرنا نجيبه ونقدر نتكلم بيه. فالنادي الاهلي نادي عظيم، النادي الاهلي هو مصدر الابتسامه للشعب المصري، السعاده وابتسامه والسعاده، وقول زي ما انت عاوز تقول. احنا بنشكرك على تواجدك معانا، وربنا يديك العمر والصحه، حياتي للاسره كلها يا رب يخليهم لك ويخليك ليهم. واحنا متابعين، قبل ما بنخلص حضرتك بتكتب لنا كلمه في الاوتوبيس مع الساده المشاهدين. كتبت ايه يا كابتن لو بعد؟ مش كتير. لا ازاي. تحياتي وشكر للكابتن مصطفى عبده على استضافتي في برنامج المجري، والشكر موصول للاستاذ محمد القوص ومجموعته، متمنين للجميع الصحه والسعاده. كتر خيرك يا كابتن. لا ارفع. انت هنا في بيتك و... لا انا سعيد بمقابلتك يا مصطفى، بقالي ما شفتكش. الحمد لله. ازيك؟ شكرا يا كابتن. كده حلقتنا يعني انا زعلان انها خلصت، لكن بوعدكم ان شاء الله في حلقات اخرى من المجري هتشوفوا ناس اساطير، زي ما انتم شفتوا الكابتن عزت وكان خيال فهمي عمر والكابتن حسن، اساطير كتيره جدا، احنا ما بنجيبش غير الاساطير في برنامجنا. على امل اللقاء بيكم، تصبحوا على خير.